السلام عليكم. Good morning. Our topic today is pharmacotherapy in endocrine disorder. راح ناخذ ال diabetes mellitus أو DM. Our learning object: student will be learn. راح نشوف شنو clinical manifestation, sign and symptoms. شلون حنسوي diagnosis للشخص اللي إحنا شاكين إنه هو عنده diabetes mellitus. شلون حنشوف شنو هي الأنواع مالت DM. شنو ال drug therapy option أقدر أنطي management. يعني pharmacological therapy. شلون حسوي patient education and monitoring. بالإضافة حشوف هي شن هي long term complication of the DM. Diabetes mellitus, it is an endocrine disorder. طبعا هو chronic condition. دائما الأشخاص شنو شبيهم حيكون عندهم hyperglycemia, يعني زيادة بالblood glucose in the blood وحتى باليورين, بالإضافة إلى قلة بالإنسولين secretion أو إحنا نقول عليه hyposecretion للإنسولين, with أو without insulin resistance أو إحنا نقول عليها insulin insensitivity. إذا نجي للclassification, فأكو two main classification of the DM. Insulin dependent diabetes mellitus أو إحنا نقول عليه type 1 DM, وهذا طبعا دائما نتيجة insulin hyposecretion, نتيجة destruction of beta cell in the pancreas, يعني ماكو insulin, لذلك الشخص راح يعتمد عليما على الإنسولين. طبعا هذا أكو نوعين, أكو أما type 1A اللي هو autoimmune T-cell mediated destruction, هو 90% of the case type 1A, أو قد يكون idiopathic with no cause ونقول عليه إحنا type 1B. دائما هذا الإنسولين أو type 1 DM develop in young, حشوفهم أقل الثلاثين, واحتمال من أول week من ما يجي الطفل للحياة, وهذا it can be developed at any age. okay, دائما هو faster بالonset ويؤدي إلى dependence عليما على الإنسولين, ما يقدر يعيش without insulin for survival. أما النوع الثاني اللي هو type 2 أو non-insulin dependent, فهذا further divided إنه أما الأشخاص حيكونون obese وأما يكونون non-obese, وهذا حيكون يحدث as a result of قلة بالإنسولين secretion, أو يجي احتمال ما عنده مشكلة بالإنسولين secretion بس عنده مشكلة وين بالإنسولين resistance أو الإنسولين insensitivity. We continue the classification. Type 2 دائما يصير بعد above the age of 40. دائما البيك حيكون من 60 إلى 70, وطبعا يزداد أيضا هسه حاليا نشوفها باليونج بيبل, يعني بالأشخاص الشباب وحتى children type 2. أكو another non-typical diabetes type اللي هو latent autoimmune diabetes in adult, اللي هو LADA, والmaturity onset diabetes of the young اللي هي MODY. طبعا اول واحد اللي هو latent autoimmune diabetes in adult, طبعا هذا mix من type 1 و type 2, يعني هو يحدث باليونغ فيعتقدون انه هو type 1. دائما يصير بالاشخاص اللينر او الضعاف, احنا نقول الويك, اللي هم عندهم low body mass index, بس بنفس الوقت شافوا انه ما يصير عندهم كيتون بدي, لذلك قالوا انه هو ذا تايب 2, واقدر انطي اورال هايبوغلايسيميك ايجنت, يعني ما اقدر, يعني مو الا انطي انسولين لفتره من التايم, لذلك هو اشبه بالميكس بين تايب 1 وتايب 2, هذا ال اي دي اي. other related condition, احتمال الشخص يصير عنده دايبيتس نتيجه امبير بالجليكوز توليرانس, أو عنده gestational diabetes mellitus, يعني فقط في فترة الحمل, أو نتيجة malnutrition, سوء تغذية, نقول عليه malnutrition related DM, أو diabetes هو associated with fat condition معينة أو syndrome, قد يكون بالpancreatic disease أو disease of hormone etiology أو genetic أو نتيجة infection. أكو هواي كيسات طفل يسخن يصير عنده fever ويصير عنده DM, أو قد تكون drug induced مثل glucocorticoid, أو دي يستخدم ثيازات دايرتك بدوز عالية, أو نيكوتينيك أسيد, أو دي يستخدم بنتاميدين اللي هو أنتي مايكروبيال أو أنتي انفكتيف, بالإضافة إلى الانترفيرون ألفا طبعا, وهذا يستخدم in many cancer disease. هنا هذا السلايد راح يشوف لنا الاختلاف ما بين التايب 1 والتايب 2.
طبعا التايب 1 هو بيتا سيل ديستراكشن، بينما التايب 2 ما اكو اي مشكله بالبيتا سيل ديستراكشن. بالتايب 1 الايز سيل انتي بودي دائما موجود، بينما التايب 2 ما عنده هاي المشكله. اثنيناتهم جينيتك، بس التايب 2 حيكون فيري سترونج جينيتك. طبعا التايب 1 دائما هو بلو 30 سنه، بينما التايب 2 فوق ال 40. مثل ما قلت لكم دي سيرف باليانج وبالتشيلدرن. دائما التايب هو تايب 1 هو فاستر بالانست اوف سيمتومز، احنا نقول عليه كل السيفير بالانست، بينما ابو التايب 2 احنا نقول عليه مرض خبيث، يعني هو سلو انست لفتره طويله جراجوال لحد ما يظهر على البيشنت. دائما بالتايب 1 نحتاج الانسولين، بينما بالتايب 2 بالبدايه احنا نقدر نسوي له كنترول بالدايت وبعدين نعطي اورال هايبوكلايسيميك ايجنت، بس اذا ما صار له كنترول ايضا نعطي انسولين. دائما الاشخاص بالتايب 1 هم ما يكونون اوفر ويت، بينما بالتايب 2 يوجوالي يكونون شنو اوفر ويت. دائما بالتايب 1 نتيجه الهايبرجلايسيميا راح يصير عنده دايبتيك كيتو اسيدوسيس، بينما بالتايب 2 هايبرجلايسيميا ويصير عنده هايبر اسمولر هايبرجلايسيميا، بس ما عنده دايبتيك كيتو اسيدوسيس. لذلك دائما وجود الكيتون بودي او الكيتو اسيدوسيس هي معناها انه عنده تايب 1. clinical manifestation of the DM. طبعا يعني شنو الشخص من راح يجي عنده symptoms. طبعا هاي symptoms هي تمشي على الاثنين التايب 1 والتايب 2. مثل ما قلنا احنا التايب 1 دائما هو اكثر سيفير وفاستر بالانست مال السيمتومز. هسه الاشخاص اللي راح يجون ايش راح يشتكون او شي يعانون؟ يعانون من البولي يوريا، يعني زياده باليورينيشن فريكونسي وخاصه ات نايت. يعانون من بولي ديبسيا، يعني زياده بالعطش او الثيرست، نتيجة الأوسماتيك دياريتك، نتيجة زيادة بالجليكوز، إنه كل ما يصير هايبرجلايسيميا حيصير أوسماتيك دياريسيس. أيضا الأشخاص راح يصير عندهم فتيج نتيجة هم inability to utilize glucose. صحيح هو الجليكوز عالي بالدم بس ما يقدرون يستخدموه، بالإضافة إن الشخص راح يفقد وزن weight loss نتيجة break down of protein والفات على مود الجسم يحصل على alternative energy source of glucose. بما احنا قلنا الجليكوز بدا يقدر يستخدمه، اذا حيروح يكسر البروتينات والفات على مود يحصل على الانرجي، فيصير عنده فقدان بالوزن. بلرد بالفيجن اي يصير عنده، وخاصة اول 3 اشهر، نتيجة حيصير تشينج عنده باللنس ريفراكشن، نتيجة الهايبر اسمولر ستيت، نتيجة الهايبر جلايسيميا او زيادة بالجليكوز. فدائما احنا نقول للشخص انه الفيجن راح يتحسن، انه ما يستخدم glasses او spectacle، يعني عدسات او نظارات خلال اول 3 اشهر، نتيجة العلاج احتمال يتعدل هذا البلرد فيجن. ويت لوس مثل ما قلنا على الرغم من انه الشخص تزداد عنده الابيتايت، وبالاضافة الى هايبر انفكشن ريت، يعني خاصة UTI infection او الكانديدياد in general، نتيجة زيادة بالجليكوز ليفل وين باليورين، فيؤدي الى مشاكل هواي بالUTI infection. طبعا السيمتومز اللي جواها الخط underline هي المهمة، اما الباقي الشرح فهذا فقط لك المعلوماتك. اوكي، فقط اذا احد سألك شنو هي clinical manifestation، تعدد فقط اللي جواها خط. راح نجي هسه على التايب 1 دي ام. احنا قلنا هو جينيتك، في بعض الاحيان قلنا هو عند نتيجة انفكشن، لذلك هو يكون سبب سترونج اميولوجيكال، يعني اكو خلل بالاميونيتي احنا نقول عليهم، بالاضافة ان الكونديشن هو اكيوت بالانست بالساين وبالسيمتومز. طبعا شنو كلينيكال مانفستيشن بالاضافة اللي قلناها اللي قبل شوية، الاشخاص يصير عندهم نويزيا، فوميدينج، انوراكسيا، ديهايدريشن، نتيجة الميتابوليك اسيدوسيس الريسبيراتوري تريد تصلح هذا او تعادل الميتابوليك اسيدوسيس، لذلك يصير عنده شورت اوف بريثينج. بالاضافة الى الشخص اذا ظل عنده هايبرجلاسيميا لفترة طويلة راح يصير عنده كيتون بودي ويصير عنده كوما واحتمال داي. If the diagnosis is not made when common manifestation of hyperglycemia occur، يعني إذا إحنا الهايبرجلايسيميا هو عنده لفترة طويلة وما تحسنت، مثل ما قلت لكم حتتكون الكيتون ويصير عنده diabetic ketoacidosis ويدخل بكومن. طبعا أيضا يلاحظون إنه الأشخاص اللي عندهم type 1 DM إنه عندهم زيادة أو elevation بالglycated hemoglobin أو نقول إحنا عليه ال HbA1c،
طبعا وهذا confirm معناها انه هذا الشخص عنده long standing يعني الفترة طويلة هو عنده شنو hyperglycemia او زيادة بالبلد جليكوز. For the type 2 diabetes mellitus هو ايضا genetic بس هو حيكون اكثر genetic strong genetic relationship than type 1 DM. دائما الاوبيسيتي شافوا انه هي associated with the hyperinsulinemia وزيادة بالانسولين insensitivity نتيجة تنقلب النمبر of the insulin receptor. طبعا هذا يكون insidious بالonset يعني gradual ولفترة طويلة ودائما يكون harmful effect يعني دائما الاشخاص من يجون هم عندهم complication يلا نعرف انهم عندهم type 2 DM مو مثل type 1 هو رأسا تبين الonset مالته. دائما الاشخاص اللي هم obese في بعض الاحيان عندهم few او ما عندهم اي classical symptoms دائما يجون يشتكون انه هم عندهم chronic skin infection او عندهم خلينا نقول general pruritus يعني اشبه بالحكة بكل الجسم او بالنسبة للفيمال صار عندها vaginitis يعني inflammation of vagina. لذلك هذين الثلاثة مهمات ال chronic skin infection وال general pruritus وال vaginitis هي مو classical symptoms دائما نشوفها بالاشخاص اللي هم type 2 DM. إذا نجي على risk factor يعني من الأشخاص اللي هم أكثر يصير عندهم type 2 DM طبعا هم الأشخاص الأوبيس الأشخاص اللي هم الأيج مالتهم أكثر من 45 اللي هم عندهم family history of the DM اللي عندهم hypertension hyperlipidemia أو عندهم impaired fasting glucose أو هي pregnant woman وعندها gestational diabetes. راح نيجي على مصطلح اسمه ميتابوليك سيندروم. من تسمع هيك مصطلح هذا عبارة عن مجموعة كلاستر كلاستر هو أشبه بالجروب أوف ميتابوليك أبنورمالتي. هاي إيش تتضمن الأبنورمالتي اللي حصير خلل راح يصير عند الشخص راح يصير عند هايبرغلايسيميا إنسولين ريزيستنس هايبرتنشن بالإضافة على بالنسبة للليبيد بروفايل راح يقل ال HDL واللي إحنا نقول عليه هذا جود كوليسترول بس راح يقل وحيزداد التريجليسيرايد. إذا من تسمع ميتابوليك سيندروم معناها هذا الشخص عنده مجموعة من الأبنورماليتي من الهايبرغلايسيميا إنسولين ريزيستنس بالإضافة إلى الهايبرتنشن وقلنا زيادة بالتريجليسيرايد وقلة بال HDL. هسه شنو الريسك فاكتور اللي يزيد من احتمالية انه هذا الشخص يصير عنده ميتابوليك سيندروم؟ طبعا اذا هو اوبيس ما يتحرك فيزيكال ان اكتيفيتي ياكل كربوهيدرات او نشويات هواية بالاضافة الى انه هو عنده جينيتيك فاكتور. Diagnosis of the DM راح نعتمد على diabetes symptoms اللي هي polyuria, polydipsia and also unexplained by weight loss. بالإضافة ما اعتمد فقط على هاي symptoms لازم أخذ blood glucose measurement على الفاستنج يعني طول الليل هو مماكل ويجي الصبح نقيس اللي هي لازم يكون أكثر من 7 ملي مول أو أقيس لعندهم بأي وقت لازم يكون أكثر من 10 ملي مول per liter أو في بعض الأحيان نسوي له oral glucose tolerance test يعني نقيس للصبح ونقيس ونطي جليكوز 75 جرام وبعد ذلك ناخذ له قراءة ثانية بعد ساعتين لازم يكون أكثر من 11.1 ملي مول per liter. في بعض الأحيان أكو أشخاص يجون ما عندهم symptoms في بيجي حالة diagnosis ما يعتمد على single glucose determination يعني ما أقدر أعتمد على قياس واحد وإنما لازم أسوي أكثر من قياس ويحتاج انه اسوي confirmatory serum venous determination يعني اخذ اكثر من sample. في البداية ناخذ الجليكوز تيست وبعد ذلك بغير يوم ناخذ لانذر راح نعتمد على الفاستنج واذا كان الفاستنج دا نسويه وده يطلع نورمال راح اعتمد اليمن على ابو الساعتين اللي هو oral glucose tolerance test ولازم يكون يعني شلون من ضمن الدايبيتك رينج على مود متأكد. دائما هاي التستات تصير بلاب يكون accredited يعني احنا شلون نقول معتمد او official يعتمد عليه من ناخذ السيرم فينيس سامبل. بالاضافه اكو another تيست انه نستخدم الجليكوز يوريا اللي هو اشبه باليورين تيستينج طبعا بس هذا ما اعتمد عليه بالدايجنوزز هذا فقط بالسكرينينج وايضا هاي الستيك ريدنج اللي هو مالت الفينجر برينك اوف بلاد جليكوز ايضا تستخدم فقط للمونيتورينج والسكرينينج نوت فور ذا دايجنوزز. ايضا الاتش بي اي ان سي اكو هوايه يعتمدون عليه بالدايجنوزز
بس هسه حاليا ال current recommended انه ال HbA1c يعني فقط اعتمد من اسوي monitoring لل patient، ما اعتمد عليه ايضا بال diagnosis. واكو دراسات تقول لا نقدر نعتمد عليه حاليا بال diagnosis. If someone ask شلون نقدر احنا نسوي glucose tolerance test، نقدر نسوي انه ننصح البيشنت انه مدة 3 ايام ياخذ نورمال دايت، يعني الكربوهيدرات ما تقل عن 150 جرام باليوم لمدة 3 ايام. بعدها بالليل هو فاستنج من 8 بي ام لحد ثاني يوم الصبح نريد نسوي بيه احنا القياس، ما ياكل اي شيء ما عدا اكسبت فور ذا ووتر كان درينك ووتر. الصبح بالتسعة يجي للمختبر ياخذوا فينيوس سيرام جليكوز، طبعا هو فاستنج. بعد ذلك راح ينطوه بقدح تقريبا 250 ل 300 ملليلتر ووتر، هذا مذاب بجليكوز 75 جرام، اذا هذا الجليكوز لازم ديزولف ان ووتر وينطوه اياه، يقدر يشربها لمده 5 مينت. بعد ذلك ياخذ ايضا 100 ملليلتر اوف ووتر او نطيب شكل سوفت درينك اللي هو ليكوزايد اللي هو تقريبا 394 ملليلتر. بعد ذلك بساعتين راح نقيس لسكند فينيوس او سيرام جليكوز سامبل، اذا راح نقيس له قبل لا ياخذ الجليكوز وبعد ساعتين نرجع نقيس له ونشوف انه هل هو ضمن الرينج او اكثر او اقل. دائما التايب 2 دي ام احنا نسوي لهم سكرينينج كل 3 سنوات للاشخاص الايج مالتهم اكثر من 45 سنه، بس في بعض الاحيان راح نسوي لهم فريكوينتلي، يعني احتمال كل 6 اشهر او كل سنه اذا كان عنده ريسك فاكتور لايك انه هو عنده فاميلي هيستوري اوف تي ام او عنده اوبيسيتي او عنده ساين اوف انسولين ريزيستنس. طبعا راح نيجي الى مصطلح اسمه دايبيتيك امرجنسي. طبعا diabetic emergency راح تشمل لنا ثلاث شغلات: الهايبوغلايسيميا، diabetic ketoacidosis and hyperosmolar hyperglycemia state. طبعا هذين الثلاثة هم يعتبرون acute emergency، دائما هي associated ويا منو ويا diabetes mellitus. طبعا diabetic emergency اول شيء حنحكي على الهايبوغلايسيميا. طبعا الهايبوغلايسيميا تصير بالاشخاص اللي ياخذون انسولين وبالاشخاص اللي ياخذون اورال هايبوغلايسيميك دراج، وخاصه اللي هو لونج اكتنج سلفونيل يوريا مثل الجليبنكلامايد والكلوربروباميد. طبعا هايبوغلايسيميا ليش تصير؟ تصير نتيجه انه البلد جلوكوز دي ينخفض، دي يصير اقل من 3 ملي مول بير لتر، لذلك راح يصير الجسم اشبه بالكاونتر ميكانيزم، حيصير ريليز بالريجوليتوري هرمون اللي هي الادرينالين والنور ادرينالين والكلاكاجون. اوكي، هاي طبعا بالهيلث انديفيدوال بالطبيعي وحتى بالاشخاص اللي هم ايضا دايبيتيك. طبعا السيمتومز اوف هايبوغلايسيميا، طبعا السيمتومز راح تنقسم الى اتونوميك اللي هي الشخص راح يصير عنده سويتنج، ترامبلينج، تيكي كارديا، بالبيتيشن اند بيلر شحوب، ويصير عنده مشاكل بدقات القلب ويعرق هوايه، بالاضافه الى الترامبلينج يعني اشبه بالارتعاش بالايد. اما النيورو جلايكوبينيا، الجلايكوبينيا معناها انه هو يصير شورتج بالجلوكوز فنقول عليها جلايكوبينيا، والنيرو معناها in the brain. فش راح يصير من يقل الجليكوز وما يوصل للبرين؟ راح يصير الشخص عنده faintness يعني يوقع يغمى عليه، lose of the conscious, drowsiness, visual disturbance, abnormal بالbehavior يعني أما يكون aggressive أو agitation عصبي، confusion، ودائما إذا كان السيرم جليكوز أقل 2 ملي مول بير لتر، وكوما يصير عنده سيجر إذا قل البلد جليكوز أقل من 0.5 ملي مول بير لتر. other قد يكون هنجر جوعان او هيديك، او يصير عنده بيري اورال تنجلينج يعني داير مداير الفم، يصير اشبه بال نمنس يعني اشبه بال الخدر او التنجلينج احنا نقول عليها في منطقة الفم. طبعا هذا التيبل راح يوضح لنا الكوز اوف هايبوغلايسيميا. هو اما الشخص هو مثل الميل يعني ما دا ينسى دا ياكل، او delay in the eating للميل مالته، او هو not eating the usual amount of carbohydrate يعني كمية الكربوهيدرات دا ياخذها قليلة، وهاي كلها راح تؤدي الى قلة بالكربوهيدرات انتيك، وفي شي حالة راح يقل الجليكوز ليفل. في بعض الاحيان الشخص نتيجة زيادة بالدوز اوف ذا انسولين او اني اذر oral hypoglycemic agent راح تؤدي ان انه كل ما تزداد الانسولين كل ما يزداد الابتيك اوف جلوكوز، وين
داخل السل. بهيجي حالة راح يزداد الستورج مالت الجليكوز into the glycogen، بهيجي حالة أيضا راح يقل الجليكوز بالبلد. أو في بعض الأحيان إنه الشخص ده يأخذ أكثر من drug oral hypoglycemic agent، وبهيجي حالة راح يصير enhanced للhypoglycemic effect. أو نتيجة زيادة بالإكسرسايز وأيضا زيادة بالأبتيك أوف الجليكوز into the cell. أو نتيجة excessive alcohol consumption، بهيجي حالة راح يصير impair بالجليكونيوجينيسيس، وهي عملية إنه أنا دا أصنع الجليكوز من the breakdown of protein والفات. أو في حالة الليفر ديزيز وأيضا دي يصير عندي impair بالجليكونيوجينيسيس تصنيع الجليكوز فحيصير هايبوغلاسيميا. أو دي يصير عندنا impair بالجليكوجينوليسيس وهي عملية إنه دي يتكسر الجليكوجين وأنا بدي طلع لي الجليكوز، ما تصير هاي العملية فتؤدي إلى قلة بالجليكوز بالبلد. We come to the diabetic emergency. قلنا أول نوع اللي هو الهايبوغلايسيميا. هسا عرفنا إحنا شنو الهايبوغلايسيميا، شنو هي السيمتومز مالت الهايبوغلايسيميا، وشنو الكوز مثل ما وضحنا التيبل الكوز أوف هايبوغلايسيميا. هسا شلون أعالج الهايبوغلايسيميا؟ إذا هو عنده قلة بالجليكوز بالبلد، أنا إيش أسوي؟ إذا كان الشخص able to swallow، حنطي طبعًا شنو جليكوز، حنطي تابلت ديكستروز أو جليكوز أو any sweet. طبعًا أقدر أنطي 5 جليكوز تابلت، يعني الفود بما معناها إنه من 10 إلى 15 جرام، أو أنطي جليكوز درينك 150 مليلتر أوف جليكوزايد. أو في بعض الأحيان أشخاص ينطون هوت درينك، طبعا ما يفضل ننطي هوت درينك لأنه يؤدي إلى البرن. وأيضا الشخص في بعض الأحيان يكون أشبه بالفقدان بالوعي فتنطي أنت الجلاس بس هو ما منتبه. أيضا أي ملك برودكت ما يفضل تنطي لأنه هذا يسوي سلو داون للشوغر أبزوربشن. راح أنطي الفايف تابلت وأنتظر أقيس بعد 10 إلى 15 منت. إذا كانت أقل من 3.5 ملي مول بير ليتر بما معناها لازم أنطي أكثر بعد تابلت. بس إذا كانت أبوف 3.5 ملي مول بير ليتر بما معناها إنه the next الوجبة الثانية حتكون بعد ساعة، بعدين أنطي long acting carbohydrate مثل البريد أو البسكت. إذا كان الشخص أصلاً هو unable to swallow يعني ما أقدر أنطي oral tablet، راح أروح علماً على IV glucose أنطي 25 جرام أو أنطي IM glucagon 1 ملي جرام. أوكي؟ في حالة الجليكوجون لازم انتبه انه هي تاخذ من 15 الى 20 منت. واذا كان الشخص عنده اي مشاكل بالليفر ديزيز او عنده مالنورشت يعني سوء بالتغذية بمعنى هذا الجليكوجون will not be شنو work because انه هذا الجليكوجون يحتاج لانه نسوي له mobilization يعني نحرك الجليكوز المخزون in the liver. بهيجي حالات لازم اقلل الدوز by 20%. طبعا في بعض الاحيان اكو اشخاص تصير عندهم هايبوغلايسيميا فقط ات نايت، نقول عليها احنا نكتشرنال هايبوغلايسيميا. شنو السيمتومز مالتها؟ انه الشخص يصير عنده نايت مير كوابيس، يصير عنده ريستلس سليب ما يقدر ينام بسهوله، بيرفيوز سويتنج، بالاضافه انه يقعد الصبح عنده مورنينج هيدنج اند مورنينج هانجوفر يعني ما يتذكر اي شيء. If the patient does not recognize the high sign بما معنى هذا الكونديشن احتمال يصير بي بروجرس ويدخل بكوما وهو نايم ويصير بي ديث. We come to the diabetic emergency. حكينا أول شيء على الهايبوغلايسيميا، راح نحكي هسه على الدايبيتيك كيتو أسيدوسيس. طبعا هي كل السيريس المورتاليتي مالتها تكون من 5 إلى 10. ليش تصير بالأشخاص اللي هم عندهم تايب 1 دي ام؟ دائما نتيجة عندهم absence of the insulin يعني ماكو أي insulin فيصير عندهم زيادة بالجليكوز بالبلد فيصير عندهم high extremely hyperglycemia. بالإضافة إلى normal أو restraining اللي هو المسؤول عن ال controlling effect of the insulin على lipolysis is removed يعني يختفي. بالإضافة إلى الأوزماتيك دياريسيس نتيجة الهايبرغلايسيميا، نتيجة قلة بالسيرم فوليوم فيصير أشبه بالديزنس وبالويكنس. في بعض الأحيان postural hypotension نتيجة قلة بالسيرم فوليوم. هذين الثلاث أسباب راح تؤدي إلى الدايبيتيك كيتو أسيدوس، واللي أهمها أنه هي ماكو إنسولين، احتمال الشخص ينسى ياخذ إنسولين أو أصلا الإنسولين يكون كلش قليل absence. الشخص راح يصير عنده weakness نتيجة زيادة بال كتابوليزم اوف ذا مسل بروتين، وبنفس الوقت نتيجه البوتاسيوم لوس حنفقده باليورين نتيجه يورين اكسكريشن، نتيجه الفوميتنج ديو تو ذا ستيميليشن اوف ذا فوميتنج سنتر باي ذا
كيتون، لان بالدايبيتك كيتو اسيدوسس من اسمه راح يتكون الكيتون، ودائما نتذكره بتايب 1 دي ام. When the insulin deficiency is severe and acute onset، كل السيمبتومز شيء تصير هاي accelerated، يعني تسرع هاي خلال ثواني او دقائق. Diabetic ketoacidosis طبعا دائما exacerbated dehydration والhyperosmolarity، لذلك الشخص راح يصير عنده producing، الشخص يصير عنده anorexia ما يشتهي ياكل، nausea and vomiting، وبعد ذلك السيرم أوزمولاتي راح يرتفع، راح يصير الشخص عنده impair بالconscious يفقد الوعي، وبعد ذلك يدخل بكوما. طبعا هاي مثل ما قلنا من 5-10% من الكيسات. ميتابوليك أسيدوسيس راح يسبب لنا ستيميليشن للرسبيراتوري سنتر، وحينطي أشبه بالديب أند ريبيد بريتينج، أو نقول عليه إحنا كوسمال رسبيريشن. الرسبيريشن سيستم يجي يصلح الميتابوليك أو الرسبيراتوري أسيدوسيس. طبعا the patient breathe حيكون fruity odor أشبه بالأسيتون لوجود الكيتون، ودائما هاي السميل هي تشبه النيل varnish remover، يعني الأسيتون أو البير دروب. دائما شنو الفاكتورات اللي تساعد بالدايبيتك كيدو أسيدوس in type 1؟ إنه الشخص راح ينسى ياخذ الإنسولين دوز، أو يكون عنده acute infection، أو عنده MI. دائما الدايبيتيك كيتو اسيدوسيس از نورمالي مثل ما قلنا بالتايب 1، بس تشوفوها كلش قليل بالتايب 2 دي ام. شلون حنسوي دايجنوزز للدايبيتيك كيتو اسيدوسيس؟ طبعا راح نحتاج انه نقيس البلد جلوكوز، راح نشوف انه الشخص عنده هايبرجلايسيميا، ودائما حتكون اكثر من 22 ملي مول بير لتر، بالإضافة إلى أن الشخص عنده ميتابوليك أسيدوسيس with the presence، يعني بالتنفس راح نشتم ريحة الكيتون. The biochemical diagnosis of ketoacidosis دائما ننتبه عليها من السيمبتومز مالت البيشنت، بالإضافة إلى اللاب result، ودائما بوجود الجليكوز يوريا عند الكيتون يوريا. طبعا بالإضافة إنه إحنا لازم نشيك الجليكوز واليوريا والكرياتين والإلكترولايت and venous bicarbonate، هاي كلها لازم إحنا نشيكها. طبعا أكو 2 misleading باللاب result، إنه الوايت بلس سيل راح تكون كلش عالية، طبعا وهاي ما لها علاقة إنه الشخص ما عنده infection، بس هي دائما يصير correlation with the ketone body، بما إنه هذا عالي الكيتون body هي حتزداد الوايت بي سي. ثاني شغلة السيرم صوديوم راح يكون low، نتيجة الأوزماتيك إفكت أوف ذا جليكوز راح يسحب كل الواتر فروم ذا سيل، وحيسبب أشبه بالديليوشن، لذلك السيرم صوديوم راح يقل، وأيضا يقل إذا كان الشخص عنده ديسليبيديميا. شلون أقدر أعالج هذا الشخص اللي عنده دايبيتيك كيتو أسيدوسيس؟ طبعا إنه أني أنطيه فلويد فوليوم إكسبانشن، لأنه هو أصلا صار عنده أوزماتيك دياريسيس وصار عنده ديهايدريشن، فأني أنطيه أحاول فلويد with 0.9 normal saline، اسوي correction للهايبرغلايسيميا، اذا هو ما كان عنده انسولين لازم انطيه انفيوجن انسولين، بالاضافه اصحح الهايبوكاليميا البوتاسيوم اذا كان قليل، وايضا اعالج اذا كان اكو اي انفكشن. We will continue with the diabetic emergency. حكينا عن الهايبوغلايسيميا، حكينا عن الكيتو أسيدوسيس، diabetic كيتو أسيدوسيس بالtype 1 DM. راح نحكي على الهايبر أزمولر هايبرغلايسيميا ستيت، وهي دائما نشوفوها بالtype 2 diabetes mellitus، ودائما الأشخاص عندهم أيضا هاي mortality rate، بس حتكون أعلى، هاي 15% إذا نقارنها ويا diabetic كيتو أسيدوسيس من 5-10. دائما الهايبر أزمولر هايبرغلايسيميا، وإحنا نقول عليها HHS، دائما نصير بالميدل ايج وبالالدرلي، 25% من الاشخاص اللي هم اصلا هم مو دايجنوزز ان دايجنوزز تايب 2 دي ام. طبعا ماكو اي كيتون برودكشن، ماكو اي سيفير اسيدوسيس، بس ايش راح نشوف؟ حنشوف انه الشخص راح يصير عنده هايبرغلايسيميا، وتوصل البلد جليكوز 55 ملي مول بير لتر، اذا تذكرون الدايبيتيك كيتو اسيدوسيس كانت 22 ملي مول، بينما هذا 55 ملي مول، يعني أكثر. طبعا وهذا دائما يصير gradual خلال a sustained period، ويؤدي إلى dehydration نتيجة الأوزماتيك دياريسيس، وأيضا نتيجة الهايبرأوزمولاريتي راح يزداد blood viscosity، ويزداد الريسك of thromboembolism.
شنو الفاكتورات اللي هي تسبب ال HHS ان الشخص ايضا عنده infection MI او عنده poor adherence with the medication، يعني مدى ياخذ علاج او صار عنده زيادة بالجليكوز ليفل بالبلد، او medicine اللي هي السبب لنا diuresis او impair بالجليكوز tolerance مثل الليكوكورتيكويد. شلون اقدر اعالج هذول جماعة الهايبر اسمولر هايبرغلايسيميا وجماعة التايب 2 دي ام؟ ايضا نتيجة انهم عندهم dehydration راح انطيهم fluid replacement، انطيهم normal saline 0.9 او في بعض الاحيان انطيهم 0.45 اذا كان عندهم الصوديوم كلش عالي اكثر من 150 ملي مول بير لتر. ليش دا انطي fluid replacement؟ على مود اصحح circulation، stabilize the blood pressure، وايضا احسن من urine output. ايضا انطيهم بوتاسيوم اذا كان عندهم قله بالبوتاسيوم ليفل، وانطيهم انسولين اي في انفيوجن بس ما انطيهم كلش اجريسيف، لان الفلويد ريبليسمنت هي ايضا راح تقلل من السيرم جليكوز، ومن نتيجه عندهم الهايبرغلايسيميا بس انطيته انت فلويد ريبليسمنت دخل الجليكوز انتو ذا سيل، لذلك راح يقلل الجليكوز ليفل. وايضا انطي بروفيلاكسيس اند تريتمنت المن للثرومبو امبوليزم، لان احنا قلنا صار عنده هايبر اوزمولاريتي. We come to the aim of a treatment in the diabetes mellitus. شن هو الaim؟ طبعا احنا نريد نسوي relief immediately the sign with symptoms اللي هي associated with the DM. اريد امنع ال development او اقلل من ال progression of the long term complication. طبعا ال complication اللي حصير بجماعة ال DM هي اما macrovascular اللي هي تضمن لنا كل ال cardiovascular system اللي هي ال peripheral vascular disease وال hypertension وال MI وال stroke وال coronary heart disease، أو يصير عنده micro vascular complication واللي هي تشمل لنا retinopathy، وهي طبعا زيادة بالrisk of open ankle glaucoma cataract and blindness، بالإضافة إلى حصير مشاكل بالكدني nephropathy and neuropathy. وأكو macro micro vascular disease combined اللي هي يصير عندهم مشاكل بالfoot problem أو Charcot retropathy، معناها joint يصير بيها inflammation و destruction. شلون اسوي مانجمنت للدي ام؟ طبعا المانجمنت راح تعتمد اول شيء على الدايت، لازم دائما الكربوهيدرات اقللها، والتوتال كالوري ايضا اسوي له ريستراكشن، ازيد من الفايبر انتيك، اقلل من الفات انتيك، ازيد من الفيزيكال اكتيفيتي على مود اسوي ويت باللوست، وايضا اقلل من الهايبرغلايسيميا على مود يصير عندنا نورمال غلايسيميا. بالتايب 2 دي ام طبعا دائما ابدي بالدايت بالاضافه الى الاورال هايبوغلايسيميك ايجنت، وفي بعض الأحيان إذا ما صار كنترول أضيف إنسولين ثيرابي. أما الأشخاص التايب 1 دي أم فهم يحتاجون دايت، ويحتاج أنه أسوي لهم كنترول للكربوهيدرات، ويحتاج لهم إنسولين ثيرابي 100%، ما يقدرون هم سرفايفل يعيشون من without إنسولين. We come to the measurement of type 2 DM. راح ناخذ الدرجات اللي نطنط بشكل اورال لجماعه التايب 2 دي ام. اول نوع اللي هو سلفوني اليوريا او الانسولين سكريتوغوغ، من اسمه انسولين سكريتوغوغ يعني راح يزيد من الانسولين، يحسن من الانسولين اكشن اند سكريشن. طبعا هذا حيقلل البلد جليكوز باي زياده بالبنكرياتك بيتا سيل سنسيتيفيتي تو ذا جليكوز، يعني راح ياخذ الجليكوز البنكرياتك سيل اند الاوينج مور انسولين تو بي ريليزد فروم ذا ستورج جرانيول for given glucose، يعني كوجبة glucose أو any glucose load. سلفونين يوريا أيضا يزيد التشيو sensitivity to the insulin، ومثل ما قلت لكم يحسن من insulin action and secretion. طبعا أكو first generation اللي هو long acting مثل chlorpromide and glibenclamide، اللي هي على الرغم من أن glibenclamide عنده short elimination half life بس عنده مشكلة بالبرولونج بالبيولوجيكال افكت، لذلك حيكون سلو بالديستريبيوشن، لذلك هو يعتبر لونج بالاكشن على الرغم من الشورت بالإليمينيشن هاف لايف. جليبنكلامايد والكلوربروبامايد اثنيناتهم هذول اسوشيتد وذ هايبوغلايسيميا، بينما الشورت اكتنج مثل جليكازايد هو يفضل بجماعة الالدر لانه اقل هايبوغلايسيميك افكت. طبعا وين كوشن دائما بالاوبيس بيشنت، لان هذين الدرجات هي زيد من الويت جين. ايضا كوشن بالالدرلي والاشخاص اللي عندهم هيباتيك ورينال امبيرمنت، وين كونترا انديكيشن بالاشخاص طبعا اللي عندهم سيفير هيباتيك ورينال امبيرمنت بالبريجننسي اند بالبريست فيدنج على مود يصير هايبوغلايسيميا. طبعا اكو جليكوزايد من نوع الموديفايد ريليز
30 ميلي جرام. طبعا هذا ينطينا بيتر جليكوز كنترول. والدوز لازم تنأخذ at the breakfast تقريبا من حباية إلى 4 حبايات باليوم. We come to the side effect of the sulfonylurea. طبعا مثل ما قلنا هو يسبب لنا weight gain, لذلك لازم انتبه بالأشخاص الأوبيز, احتمال يسبب لنا hypoglycemia, وخاصة الجنريشن بالبداية اللي هي chlorpromide and glibenclamide, يسبب لنا GIT, nausea, vomiting. طبعا دائما ننصح البيشنت انه ياخذها ويا الأكل أو بعد الفود. يسبب لنا dermatological action, يعني يزيد الفوتو sensitivity والرش والpruritus. طبعا هاي دائما تصير خلال من أسبوعين إلى 6 أسابيع من الثيرابي, وبعد ذلك تبدأ تقل. بالإضافة إلى blood dyscrasia, يعني يصير pancytopenia, قلة بالwhite BC والRBC والplate, أو الشخص يصير عنده hemolytic anemia أو يصير عنده granulocytosis. بالإضافة إلى قلة بالهاي صوديوم, يعني hyponatremia, وخاصة بأول generation, and زيادة بالliver enzyme وcholestatic jaundice. طبعا the major risk factor for development of hypoglycemia انه هي اما الشخص هو elderly, اما انه ده ياخذ long acting agent مثل السلفونيليوريا, اما عنده مشكله بالرينال او الهيباتيك dysfunction, يعني مصاب بميتابوليزم. بالاضافه انه ليش يصير عنده hypoglycemia, نتيجه انه هو ما ماخذ adequate carbohydrate intake. اما الفاكتور انه انا ايش اختار يا نوع من السلفونيليوريا, فهي تعتمد على الكوست, على الديوريشن اوف اكشن, على البريسكرايبر يعني الفيزيشن اكسبيرينس, اند البيرسونال بريفرنس, يعني اقصد بها البيشنت وش يفضل. طبعا هذا التيبل ايش راح يوضح لنا, حيوضح لنا وتركزوا لي على الدرجات. For example, the sulfonylurea, aku first generation, aku second generation. وتركزوا لي على daily dose, وش قد أخذ دوزات باليوم الواحد. هاي أهم شيء. We will continue with the management of type 2 DM. أخذنا أول نوع السلفونيليوريا وقلنا هو إنسولين سكريتوغوغ, هو دي يزيد دي يقلل البلد جليكوز, ودي يحسن من البيتا سل سنسيتيفيتي تو ذا جليكوز, ودي يزيد ويحسن من الامفروف من الإنسولين سكريشن أند أكشن. وقلنا هو يسبب لنا ويت جين أند هايبوغلايسيميا. راح نجي للنوع الثاني اللي هو بيجيونايد اللي هو الميتفورمين. طبعا الميتفورمين يقلل الهيباتي جليكوز برودكشن باي بوث glyconeogenesis and glycogenolysis, ويزيد ال peripheral tissue uptake, يعني خاصة ال skeletal muscle راح تاخذ الجليكوز أو تستعمل الجليكوز, وتقلل من ال GIT absorption of الكربوهيدرات. لذلك ال action of metformin ما يتضمن أي stimulation لل pancreatic insulin secretion, بعكس أول واحد السلفونيليوريا. لذلك نستخدمه beneficial من ال beta cell function is decline. طبعا الميتفورمين إلفت فائدة بالليبيد بروفايل, إنه هو يزيد من ال HDL ويقلل من الترايغليسيرايد ومن اللو دنسيتي لايبوكوليسترول. بالإضافة إنه الميتفورمين ما يسبب لنا هايبوغلايسيميا من استخدمه بوحده إلا إذا كان كومباين وذ أنذر دراج. والميتفورمين يسبب لنا أقل إنسيدنس أوف ذا ويت جين, لذلك هو يعتبر الدراج أوف ذا تشويس أول لاين استخدمه بالأوبيس أو الأوفر ويت تايب 2 دي إم. وايضا الميتفورمين شافوا انه should be included بكل type treatment of type 2 DM اذا كان ما عندهم اي side effect او اي contraindication, لان شافوا هو only الدرج اللي دي سبب لنا قلة بالtotal mortality and the cardiovascular death. لذلك كلش مهم انه انا اضيفه للتايب 2 DM. طبعا دائما انا اقدر انطي combination with another drug. دائما it's used when يمتى استخدمه من اني استخدمت ستركت للدايت, يعني قللت من الاكل واستخدمت السلفونيليوريا تريتمنت, وهذني كلها ما نجحت to control diabetes, بعدين اجيت عليما على الميتفورمين. طبعا راح نكمل ويا الميتفورمين. الميتفورمين عنده short duration of action من 5 إلى 8 ساعات, ايضا short بالhalf life من 1 إلى 5 ساعات, دائما ينطي 3 times daily. طبعا هو do not metabolize in the liver, لذلك ال excretion مال الرينال, ولازم انتبه للاشخاص اللي عندهم kidney problem. طبعا هو do not bite to the serum protein. شنو السايد افكت؟ طبعا حيسبب لنا مشاكل بالجي اي تي, نويزه, فوميتنج, دياري, ابدومينال بين اند انوراكسيا. حيسبب لنا ميتاليك تيست اند اولسو لاكتيك اسيدوسيس, لذلك لازم افويدد
in patient اللي عندهم مشاكل بالكدني او CHF او اي condition hypoxemia يعني قلة بالاكسجين ده يمشي بالبلد بالاضافة الى الانهيرتنت لاكتيك اسيدوسيس. الدوز تقريبا انطيها 3 times daily ويفضل ويا الفود او بعدها على مود اقلل من الجي اي تي سايد افكت. شلون اقلل ايضا من الجي اي تي سايد افكت؟ ابدي بدوز قليله وشوي شوي نبدي نصعدها، يعني 500 ملغ ونص ديلي لمده اسبوع، الاسبوع الثاني نفس ال 500 بس اسويها توايس ديلي ايضا لمده اسبوع لحد ما اوصل الى ماكسيم دوز اللي هي 3 جرام بي اف دي. فشافوا انه الدوز اكثر من 2 جرام راح تؤدي الى ميني سايد افكت، فلازم ننتبه. طبعا الكوشن اوف ذا ميتفورمين دائما ننتبه على اللاكتيك اسيدوسيس واللي هي دائما تصير بالاشخاص اللي عندهم رينال امبيرمنت نتيجه تيشو هايبوكسيا ويصير زياده بالانيرابيك ميتابوليزم ويصير اكيوميليشن اوف اللاكتيك اسيد، وهي وحده من الهايبو ثيوري نتيجه لحدوث اللاكتيك اسيدوسيس ان ميتفورمين. ايضا هذا الميتفورمين شود بي ويذدرون، يعني الشخص ما يستخدم اذا كان عنده سيفير انتركرنت النس، يعني عنده ام اي او عنده سبتسيميا او هو اندر جوينج سيرجري قبل 2 دايز احنا لازم نقطعها وما يرجع اذا ما يتاكد انه الرينال فانكشن هي ايفالويتد ورجعت within the acceptable limit. طبعا ابدا ما انطي للاشخاص اللي هم عندهم اند ستيج رينال ديزيز يعني عندهم الاي جي اف ار قل 30 ملليلتر بير مينت، ودائما انتبه بالاشخاص اللي هم عندهم رينال امبيرمنت يعني حتى اللي عندهم اقل ال 45 ايضا ما انطيهم شود نوت بي بريسكرايب، واوقفه بالاشخاص اللي عندهم اقل ال 30 ملليلتر بير مينت. طبعا هاي ال 1.73 هي عدد يقيسون البودي سيرفيس اريا. ايضا الميتفورمين ما انطيه بالاشخاص اللي عندهم سيفير ليفر ديزيز او ان كنترول كارديك فيلر او عندهم سيفير بلمونري انسفيشنسي، نفس المبدا هم ايضا حيصير عندهم هايبوكسيا حيزداد اللاكتيك اسيد او يصير بي اكيوميليشن. طبعا اكو تو موديفايد ميتفورمين بريبريشن اللي هي فينفورمين اند بيرفورمين، طبعا هاي اقدر انطيه وانز ديلي 2 جرام بير دي، طبعا قله عنده بالسايد افكت بالنسبه للجي اي تي، بس المشكله انه هو ويذدرو نتيجه انه هو اسوشيتد وذ ذا ديث نتيجه اللاكتيك اسيد او اللاكتيك اسيدوسيس. We come to another type of management of type 2 DM. أخذنا السلفوني اليوفي، أخذنا الميتفورمين، راح نأخذ ألفا جليكوسيديز إنهيبيتر اللي هو الأكاربوز أند ميجليفتول. طبعا ما مسؤولين عن الأسامي التجارية، فقط الأسامي العلمية الأكاربوز أند ميجليتول. طبعا ألفا جليكوسيديز إنزيم هذا موجود عندنا بشكل طبيعي بالانتيرو سايت اوف سمول انتستين، طبعا هذا ريسبونسبل فور ذا بريك داون اوف كاربوهيدرات، يعني شكل النشويات احنا ناخذها هو يسويها بريك داون يكسرها عم يطلع لنا الانرجي. من اجي اني امنع هذا الانزيم راح اسوي ديلي بالكاربوهيدرات دايجستشن والابزوربشن، لذلك يسمح لنا طبعا اكو دراسات تقول انه الاوفر اول كاربوهيدرات ابزوربشن هو مدى يتاثر، فقط اللي يتاثر اللي هو الكاربوهيدرات البوست براندل هايبرجلايسيميا البيك مالتها راح يقل يوصل 40 تو 50 ملي جرام بير ديسيليتر. لذلك دائما نستخدمه بالاشخاص اللي هم عندهم كل شيء تقريبا طبيعي، يعني الاتش بي اي 1 سي هو نير للتارجت، عندهم نير فاستنج سيام جليكوز ليفل، بس عندهم مشكله انه بعد الاكل يصير عندهم زياده بالجليكوز ليفل نقول عليه هاي بوست براندل ليفل، هو يشتغل على الاشخاص اللي يصير عندهم هاي بوست براندل ليفل. طبعا هذا الأكاربوز طبعا كلش قليل امتصاصا وحيكون بشكل in change from the GIT، دائما use in combination with another anti-diabetic agent. طبعا الهايبوغلايسيميا أكار when use in combination with another drug مثل السلفونيوريا أو الإنسولين، لذلك دائما نخلي ببالنا إذا صار هايبوغلايسيميا لازم ننطي أما أورال أما ننطي بارنتال جليكوز أو أنطي كليكوغون بشكل IM 1 ملغرام على مود أمنع the drug will be inhibit the breakdown and the absorption of more complex sugar like sucrose.
We come to the side effect of alpha-glucosidase inhibitor. قلنا سبب إنه مشاكل بالGIT نتيجة هو inabsorbed فيسوي flatulence غازات bloating انتفاخ soft بالستول and abdominal distension and diarrhea. كل هاي تقل إنه ناخذ التابلت with the food أو starting with low dose وشوي شوي نبدي titrated slowly. طبعا في بعض الأحيان يسبب لنا من نأخذ بهاي الدوز يسبب لنا elevation of the serum hepatic transaminase level. لذلك لازم انتبه انه اني اكثر شيء اقدر اوصل ل 200 ملغ 3 times daily. لازم اسوي دائما monitoring monthly interval اول 6 اشهر للليفر انزيم على مود اذا ظل هذا الليفر انزيم صاعد لازم اقلل الدوز او احتمال اوقف وذرعه للثيرابي. طبعا الدوز للاكاربوز والميكليتول طبعا ابدي ب 25 ملغ with one meal اللي هي المين ميل وبعد ذلك راح ازيد gradually طبعا خلال اشهر لحد ما اوصل الى طبعا بالاعتماد على الوزن اذا كان 60 كيلوغرام اوصل لحد اعلى شيء 50 ملغرام 3 times daily واذا كان وزنه اكثر من 60 كيلوغرام فاقدر اوصل لل 100 ملغرام 3 times daily. بس مثل ما قلت لكم هذا الدرج لازم ينأخذ with the first bite of the meal يعني اول ما الواحد يبدي ياكل لازم ياخذ هاي الحباية على مود هذا الانزيم يجي يمنع الالفا جليكوسيديز انزيم وبهيك حالة راح اقلل من الكربوهيدرات طبعا بريك داون وفيش حاله راح اقلل بوست براندول هايبر جلايسيميا. We will continue with the management of type 2 DM. راح ناخذ new class اللي هو thiazolidine dione او called glitazone. example عندنا polyglitazone and rosiglitazone. طبعا الثيازوليدين دايون راح يقلل لنا الفاستنج بلاد جلوكوز والبوست براندول جلوكوز ليفل يعني قبل الاكل وبعد الاكل راح يقلل الجلوكوز ليفل. ايضا راح يقلل عمليه الجليكونيوجينيسيس يعني تصنيع الجلوكوز بالليفر. ايضا راح يزيد الانسولين سنسيتيفيتي وحيزيد الجلوكوز ابتيك واليوتيلايزيشن باي ذا بيرفورال تيشو خاصه الاديبوز تيشو. ايضا عنده فد بنفت على الليبيد بروفايل انه هو يقلل الفاتي اسيد كونسنتريشن التريجليسيرايد راح يقل. وايضا الثيازولدين دايون يستخدم في حاله الانسولين ريزيستنس على مود يقلل البريفيرال انسولين ريزيستنس وبهيك حاله راح يقلل الانسولين كونسنتريشن. طبعا الجليتازون ايضا عنده فد افكت على البلاد فيزل او على الفاسكوليتشر راح يسوي لها انتي اريثموجينيك افكت يعني طبعا هاي كوز باي انه هو حيقلل الانفلاماتوري ريسبونس راح يقلل الفازو كونستراكشن ويزيد من البلاك ستابيليتي في يعني معناها انتي اريثموجينيك. طبعا بوليجليتازون هاز بين شون تو بي هاف بنفيت ان ذا ماكروفاسكولار ديزيز مورفيديتي اند مورتاليتي لانه هو عنده انتي اريثموجينيك افكت. جليتازون اقدر اخذه وذ ميل can be used in combination with another oral antidiabetic agent. When combined with the insulin, لازم ننتبه انه احتمال راح يزداد الـ risk of heart failure نتيجة because of the edema. طبعا روزيجليتازايون هو طبعا withdraw من الماركت بال 2010 توقف بعد ما حد يستخدم بسبب زيادة بالـ risk of cardiovascular disorder يعني زيادة بالـ heart attack بالـ heart failure بالـ angina بالـ MI و also increase بالـ LDL كوليسترول لذلك اتوقف او انسحب من الماركت. We continue with the glitazone. طبعا maximum glycemic lowering effect طبعا ما حنشوفه رأسا وانما بعد من 3 الى 4 months of the therapy. دائما احنا ما ننطي بشكل مونوثيرابي لان اكيد راح يكون ineffective unless the drug are giving in the early disease يعني الشخص هسه عنده DM وعنده sufficient beta cell function وعنده hyperinsulinemia لأن هو راح يقلل من الانسولين concentration. okay side effect بالنسبة للبوليجليتازايون طبعا ايش راح يسبب؟ حيسبب لنا weight gain حيسبب لنا أوديما. لذلك ننتبه بالأشخاص اللي عندهم hypertension واللي عندهم مشاكل بالheart failure من الأوديما والweight gain. طبعا دائما البوليجليتازون من انطيوية الانسولين راح يزيد لنا الانسيدنس اوف اوديما لذلك لازم ننتبه على هذا الموضوع. ايضا البوليجليتازون تذكرون من حكينا بالاوستيوباروسيس قلنا وحده من الدرجات اللي تزيد من البون لوس والسبب لنا بون فراكتشر هو البوليجليتازون. وايضا يسبب لنا انيميا خاصه خلال اول 4 الى 12 ويك يعني اول 3 اشهر. some patient ايضا يصير عندهم headache
طبعا هاي سايد افكت ابدومينال بين، يصير عندهم ميليجيا يعني مصل بين، يصير عندهم upper respiratory infection. لذلك البوليغليتازيون ايضا يزيد من الليفر انزيم اللي هو ترانس امينيت بسبب انه هيباتوتوكسيسيتي. وين كوجن انتبه بالكاردوفاسكولار ديزيز، انتبه من ايضا بالاشخاص اللي عندهم بون فراكتشر دائما بالبوست مينوبوزال وومن انتبه عليهم، وايضا اسوي مونيتورينج للليفر فانكشن. طبعا كونترا انديكيشن طبعا بالهيباتيك امبيرمنت، بالرينال امبيرمنت، بالاشخاص اللي عندهم هارت فيلر، بالبريجننسي، بالبريست فيدينج. لازم انتبه بالبون ديسيتي بالومن وخاصه بالبوست مينوبوزال وومن، وانتبه على الليفر ديسفانكشن اللي يزداد عندهم الليفر انزيم. We come to the dose of the thiazolidinediol. طبعا عندنا البوليغليتازيون قلنا راح نبدي بدوز من 15 نقدر نوصل لل 45 ملي جرام. اوكي، بينما بالروزيغليتازيون 2 to 4 ملي جرام، اكثر شيء اوصل ل 8 ملي جرام once daily. طبعا الدراج انتراكشن ننتبه بما انه هذا البوليغليتازيون هو ميتابولايز باي ذا ليفر، لذلك بسيتوكروم بي 450، بس احفظوا سيتوكروم 450 هذا المهم. لذلك اي دراج هو انديوس او يمنع هذا الانزام راح ياثر على الكونسنتريشن مالتي الدراج. لذلك حتشوفون انه اكو دراجات هي مثل الكيتوكونازول، اتراكونازول، اريترومايسين اند فلوكونازول، هاي تعتبر دراج انهبت للانزيم. لذلك اذا منعنا هذا الانزيم يعني ما حيصير ميتابوليزم للبوليغليتازيون فيزداد الكونسنتريشن مالته. بينما اكو دراجات مثل الريفامبيسين والفينيتون هي تعتبر انديوس للانزيم سيتوكروم بي 450، بما معناها راح يصير بميتابوليزم للبوليغليتازيون هواية وحيقلل الكونسنتريشن مالته. وين استخدم هذا الثايازولدين دايون؟ شافوا انه اكو امبروف بالجلايسيميك كنترول يعني بالاتش بي اي 1 سي، واكثر شيء بالاشخاص اللي عندهم انسولين ريزيستنس. لذلك شافوا انه يصير ريدكشن بالاتش بي اي 1 سي تقريبا 1.5 اذا قارنته ويا الميتفورمين او السلفونين يوريا. بس أنا استخدمه بشكل عام سيرت لاين ثيرابي بعد ما أنا نطيت لايف ستايل موديفيكيشن واستخدمت الميتفورمين أو السلفونين بشكل مونو ثيرابي وظل عندي جلايسيميك كنترول بور، بعد ذلك راح استخدم هذا بوليغليتازون. أما استخدمه ويا الميتفورمين إذا كانت التريتمنت وذ السلفونين هي it is unsuitable، أو استخدمه ويا السلفونين هي إذا كان التريتمنت وذ the metformin is unsuitable، أو استخدمه ويا الثنين ويا الميتفورمين اند السلفونين اذا كان الانسولين ما اقدر استخدمه او ان سوتابل. اذا هاي ثلاث حالات اقدر استخدمه. راح نجي للنوع الخامس من الدراج اللي نستخدمه بالتايب 2 دي ام اللي هو طبعا اورال هايبوغلايسيميك اللي هو ميجليتينايد اللي هو عندنا اكزامبل عليه ريبيجلينايد اند نيتجلينايد. طبعا هذول الميجليتينايد هو عبارة عن انسولين ريليزينج ايجنت يعني شورت اكتينج انسولين سيكريتوجوك، يشبهون السلفونين يوريا. ايضا اقول عليهم بوست براندول جليكوز ريجوليتر يعني يهتمون بالجليكوز اللي دي يرتفع بعد الاكل. طبعا مثل ما قلت لكم هذا سيميلر تو السلفونين يوريا. طبعا ميجليتينايد راح يقلل الجليكوز ليفل باي ستيميوليت البنكرياتيك انسولين سيكريشن يعني هيزيد الانسولين سيكريشن. بس هذا الانسولين ريليز هو يعتمد از جليكوز ديبندنت يعني على الوجبه اللي ياخذها الشخص، وحيقل الانسولين سيكريشن اذا كان ماكو اي وجبه يعني كان اكو قله بالبلد جليكوز كونسنتريشن. اذا هاي كلش مهمه. They have a rapid onset of action and a short duration of action. دي ناخذ 30 منت قبل الاكل، والدوز اني لازم سكيب يعني ما اخذ الدرج اذا اني اصلا مدى اكل يعني if the meal is not taken. It due أن the release of the insulin only occur in the presence of the glucose. يعني إذا الانسولين secretion انتبهوا حيكون depending on the glucose. As the glucose level يقل طبعا أقل insulin is secreted. وبالعكس إذا كان الكربوهيدرات is consumed يعني الشخص دي يأكل والglucose level دي يصعد، بما معناه الانسولين secretion is enhanced طبعا by the drug by the ميجليتينايد. طبعا هايبوغلايسيميا ريسك appear to be less with the ميجليتينايد، اذا اقارنها ويا السلفونين يوريا تكون اكثر هايبوغلايسيميا.
طبعا اقدر استخدمه in combination with metformin. طبعا وين استخدمه؟ طبعا most beneficial، الفائده حتكون بالاشخاص اللي عندهم problem with the postprandial glucose elevation، يعني بعد الاكل راح يصعد عندهم البلد جلوكوز. وايضا استخدمه بشكل single therapy بالاشخاص اللي مالتهم eat unpredictable time، يعني ما عنده فد وقت محدد للاكل، وانما في بعض الاحيان عندهم tendency to miss the meal، يعني احتمال ياكل له وجبه باليوم، وجبتين باليوم، ثاني يوم ياكل ثلاث وجبات، بعدها ياكل وجبه، اذا التايم ما يكون منتظم. However, the exact place in the therapy it is currently unclear. يعني ما أقدر أستخدمه بشكل مونوثيرابي بحتة. انتبه. Caution. طبعاً انتبه بالelderly، بالأشخاص اللي عندهم hepatic impairment، بالأشخاص اللي هم debilitating patient، يعني اللي هم عندهم مشاكل أو chronic disease. When contraindication بالketoacidosis، بالpregnancy، بالbreastfeeding، وأيضاً بالsevere hepatic impairment. طبعا راح نجي على السايد افكت اوف ذا ميجليتينايد. طبعا قلنا هي هايبوغلايسيميا، في بعض الاحيان فيجوال ديستربنس، ابدومينال بين، دياريا، نويز، فوميتنج، كونستيبيشن، يعني كل الجي اي تي سيمتومز، بالاضافه الى الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، ويزيد لنا الليفر انزيم، هاي كلش مهمه، ويسبب لنا ويت جين. طبعا الدراج انتراكشن، اي دراج تمنع الانزيم البي 450 طبعا راح يسبب لنا interaction with the rapaglinide and enhance or prolong the hypoglycemic effect من هاي الدرجات مثل clarithromycin, gemifibrozole, ketoconazole, itraconazole, trimethoprim, other hypoglycemic agent ايضا السبب لنا الهايبوغلايسيميا, monoamino oxidase inhibitor, beta blocker non-selective, AC inhibitor, non-steroidal, alcohol, anabolic steroid, سلسلات، كل هاي الدرجات هي حتسوي prolong أو زيد الهايبوغلايسيميك effect نتيجة إنه هي هاي انزيم inhibitor، يعني في الاكشن مالت الدرج ميجليتينايد راح يزداد. أما الدرج inducer للسيتوكرام بي 450 مثل الرفامبسين فينيتوين، هاي راح تقلل الconcentration مالت الرفامبسين. طبعا نجي على الدوز بالنسبة للرفامبسين، راح نطيب بشكل 0.5 ملغرام قبل الأكل أو with each meal، وأزيد depending on the blood glucose measurement. طبعا كل أسبوع إلى أسبوعين أقدر single dose أوصل 4 ملغرام على عدد 4 وجبات باليوم لحد ما أوصل ل 16 ملغرام، يعني أبدي من 0.5 أو أبدي في بعض الأحيان من 1 ملغرام لحد ما أوصل إلى 16 ملغرام. بالنسبة للنتليجلينايد أبدي ب 16 ملغرام، سوري 60 ملغرام 3 times daily قبل الأكل، وأزيد لحد ما أوصل 120 ملغرام 3 times daily. أعلى دوز أقدر أوصلها 180 ملغرام، أقدر أنطيها 3 times daily لحد ما أوصل لل 540 ملغرام. We will continue with the management of type 2 DM. راح ناخذ another drug ايضا ناخذه بشكل oral اللي هو dipeptidyl peptidase 4 inhibitor اللي هو DPP4 inhibitor، او نقول عليه احنا gliptin. example عليه sitagliptin, vildagliptin and sacsagliptin. طبعا هذا ال DPP4 inhibitor يشتغل على الانكريتين سيستم. طبعا الانكريتين ايش راح يسوي لنا؟ راح يزيد الاندوجينيوس انسولين ان ريسبونس تو ذا هاي جلوكوز لود، يعني كل احنا ما ناكل او ناخذ كربوهيدرات بكميه هوايه كل ما حيزيد الانسولين يعني سكريشن. ايضا راح يقلل كميه الجلوكوز برودوس باي ذا ليفر وين ذا جلوكوز ليفل يكون هاي. ايضا هذا الدرج راح يزيد من الانكريتين اكتيفيتي، راح يقلل من الجاستريك امتينج، وده يمنع الجلوكاجون ريليست. لذلك اقدر استخدمه ويا الميتفورمين، اقدر استخدمه ويا الثايازولدين دايون، ما يسبب لي ويت جين وما يسبب لي هايبوغلايسيميا. السايد افكت اللي يسببها هي مشاكل بالجي اي تي، سبب لنا هارت فيلر، بريفرال اوديما انتبه عليه بالاشخاص اللي عندهم هايبرتنشن وهارت فيلر، يزيد الريسبيراتوري تراكت انفكشن، يسبب بين، يسبب اوستيوارثرايتس اند نازوفارنجيتس. طبعا فيلدجليبتين طبعا يزيد اكو حالات معينه يزداد بها الليفر، يعني يسبب بها الليفر ديسفانكشن، يزداد الليفر انزيم. لذلك انا لازم اتشيك الليفر فانكشن قبل لا ابدي،
وأشيك كل 3 أشهر خلال أول سنة وبعد ذلك سنويا لحد ما أتأكد أنه ماكو أي شيء بالليفر إنزايم. We come to the drug interaction. بالنسبة للDDP4 inhibitor طبعا عنده كلش low potential, يعني ماكو أي قليل, إحنا نقول مو ماكو interaction وإنما يكون قليل interaction with the another medicine. بس ننتبه على الستاغليبتين and سكساغليبتين, هذا حيصير interaction بما أنه هو metabolized by the cytochrome P450, لذلك أي درجات راح تجي تمنع هذا الإنزيم أو تسوي له enhancer راح تأثر على the drug concentration of the DPP4. فلذلك ننتبه إذا أنطيناها with the another drug. يمتى أنطيها؟ تعتبر هي third line therapy من الأشخاص أنا أنطيتهم متفورمين أو سلفونيليوريا وما قدرت أسوي لهم control للبلد غليكوز. طبعا DDP4 inhibitor أيضا useful بالأشخاص اللي هم يردون weight gain, يعني يزيدون وزنهم. طبعا إذا كان الإنسولين resistance هي البروبلم فيبقى الثيازوليدين دايون هو أحسن choice, أحسن من ال DPP4. بالنسبة لهذا التيبل راح يشوفنا انه DPP4 inhibitor الانواع مالته اللي هي سيتاغليبتين والفيلدا والسكساغليبتين, بس تنتبهوا لي على الديلي دوز وش قد استخدم الدوزات باليوم الواحد. يعني بالنسبة للسيتاغليبتين ابدي ب 100 ملغرام, بالنسبة للفيلدا 50, بالنسبة للسكساغليبتين انطي 5 ملغرام, وكلها تقريبا هي رينال معدل 6, هي رينال اند هيباتيك. طبعاً we will continue the management of type 2. احنا اخذنا 6 أنواع كلها تنطي بشكل oral. هذا النوع حيكون بشكل injection, يعني injectable hypoglycemic drug اللي هو incretin mimic او enhancer, او اقول عليه glucagon like peptide GLP-1 agonist. طبعاً example exenatide and also liraglutide and pramilinitide. طبعا هاي تشتغل على الانكريتين سيستم مثل الـ DPP4 inhibitor, تزيد الانسولين سكريشن, تسوي سبريشن, تقلل الجليكوجون سكريشن, وتزيد الستايتي او الشبع او الشخص يحس بالتخمة من ياكل حتى لو وجبة قليلة, وتسوي سلو بالجاسترينج امتينج. طبعا شلون انطي بشكل سبكتينس انجكشن توايس ديلي بيفور ذا ميل. طبعا اول واحد هو الاكسينيتايد هو بشكل نون انالوجس انسولين, دائما انطي بالاشخاص اللي انطيتهم متفورمين او سلفونيوري او حتى ثيازوليدين دايون وما صار عندهم ادكويت جلايسيميك كنترول, لذلك هذا الاكسينيتايد راح اضيفه اد اون. انطي للاشخاص الاوبيس اللي وزنهم البودي ماس اندكس فوق ال 35 كيلوغرام بيرمتر سكوير أو أقل ال 35, بس عندهم شنو not able to take insulin نتيجة عندهم مشاكل occupational reason, يعني مشاكل بالعمل, أو هذول اللي هم عندهم have another condition that would be benefit from the weight loss, لأن هو يسبب لنا هذا weight loss يعني يقلل من الوزن. بالنسبة للإكسينيتايد أد لاريجليتايد طبعا يسبب لنا مثل ما قلت لكم weight loss بالأشخاص التايب 2 DM. سايد افكت يسبب لنا جي اي تي, نويز فوميتنج, دياريا, يسبب لنا مشاكل بالسي ان اس, هيدك وديزنس, يسبب لنا اثيميا يعني الشخص يفقد الطاقه, بالاضافه الى الهايبوغلايسيميا وزياده بالسويتنج, ويسبب لنا مشاكل بالانجكشن سايت رياكشن اند اكيوت بنكرياتيتس. في بعض الاحيان اوقف الدرج اذا صار عنده مشاكل بالبنكرياس. We will come to the drug interaction. طبعا بما أن هو دي يسوي delay بالgastric emptying, لذلك راح يأثر على absorption of another drug اللي تننطي, وخاصة الدرجات اللي عندها low therapeutics index, لذلك ننتبه كلش carefully. وأيضا if another oral medicine is taking, وطبعا الconcentration مالته هو مهم مثل الانتيبيوتيك, يفضل أنه تننطي ساعة قبل الاكسينيتايد أو لاريجليتايد. طبعا the initial dose بالنسبة للأكسينيتايد راح أنطي 5 ملغرام, وأقدر أوصل لحد 10 مايكروغرام, من 5 to 10 مايكروغرام. طبعا هاي twice daily, طبعا أول شهر وبعد ذلك أزيد إذا كان هو يتحمل الشخص أو يحتاج. طبعا لازم أسوي له injection طبعا من 0 إلى 60 منت, يعني ساعة قبل المورنينج لأن هو 2 times daily, يعني قبل الأكل مورنينج and in the evening meal.
We will continue with the injectable hypoglycemic. قلنا الإكسلينيتايد هو non analogous بينما البريميلينيتايد هو analogous. طبعا هو يشبه الأمينين اللي هو near hormone, هو co-secreted from the beta cell طبعا within the insulin. طبعا هذا البريميلينيتايد نفس المبدأ حيسوي suppression للhigh postprandial glucagon secretion, راح يقلل الفود انتيك, راح يسبب لنا ويت باللوس, وايضا يسوي سلو بالجاستريك امتينج. طبعا عنده ادفانتج بالتايب 1 انه هو يساعد انه هو ستابلايز البوستبراندل جلايسيميك سوينج, يعني بعد الاكل هذول يظل البلد جليكوز عندهم اشبه بالسوينج يصعد وينزل, فهذا حيسوي له ستابلايز بالتايب 1. شي سبب لنا نويز فوميتنج انوركسيا, ما يسبب هايبوغلايسيميا وين يستخدم ألون, بس في بعض الأحيان يستخدم ويا الأشخاص اللي دي يستخدمون إنسولين, لذلك الهايبوغلايسيميا طبعا تصير إذا هي كومباين توجذر, لذلك لازم أقلل الدوز باي 30 to 50%. طبعا إن تايب 1 راح أبدي بدوز 15 مايكروغرام وأسوي له تايتريشن لحد ما أوصل لل 60 مايكروغرام, طبعا أنطيها قبل الأكل طبعا اذا ما عنده مشاكل بالجي اي تي طبعا يتحملها. اما بالتايب 2 فحبدي بدوز اعلى, ابدي ب 60, باعوا بالتايب 1 بديت من 15 الى 60 مايكروغرام, بينما بالتايب 2 اصلا بديت ب 60 مايكروغرام قبل الاكل وازيد لحد ما اوصل لل 120 مايكروغرام استولريتد. طبعا هاي طبعا يعتمد على البوست براندل بلازما جليكوز ليفل, يعني ايش قد يصعد عنده بعد الاكل, بس المهم هي بالتايب 2 من 60 الى 120 مايكروغرام. We come to the insulin use in type 2 DM. هل نقدر نستخدم الإنسولين؟ إيه نعم نقدر نستخدم الإنسولين. طبعا بالبداية إحنا حنسوي control للدايت وللإكسرسايز, بعد ذلك راح نبدي ننطي oral medication كل الأنواع اللي أخذناها السابقة, بعد ذلك إذا مدى نقدر نسوي control للهايبرغلايسيميا وللHbA1c راح يضطر الطبيب يضيف إنسولين إلمن للoral medication, بس هنا حتواجهنا مشكلة الهايبرغلايسيميا, لذلك في بعض الأحيان الطبيب راح يقلل من الدوز مالت الoral medication أو احتمال يوقف الoral medication لأن الإنسولين لازم استخدمه. وصل الى مرحلة البيشنت عند many complication عند poor glycemic control, شلون حستخدم الانسولين عجيم؟ اما استخدم once daily basal insulin, يعني هذا ابو long acting او intermediate, او استخدم twice daily biphasic, يعني هو اصلا مخبوط short acting و long acting, او استخدم prandial insulin اللي هو ده نستخدم short or rapid acting insulin قبل الوجبة, اما ب 30 minute او ب 10 minute. شافوا انه احسن الانواع اللي هو البيسل انسولين والبراندل انسولين, من اضيفه حيصير عندي تحسن بالHbA1c طبعا احسن من البايفيسك اللي هو بريمكس. ان اديشن انه البيسل انسولين مثل ما قلت لكم بالاضافه الى انه هو حيحسن الHbA1c, شافوا انه قله بالهايبوغلايسيميك, الحالات تصير الاشخاص عندهم هايبوغلايسيميا كلش قليله, قله بالويت جين طبعا احسن من another two regime, لذلك البيسل انسولين هو عبارة عن short acting insulin with the meal and intermediate acting او long acting insulin once daily at the bed time. طبعا بالاشخاص اللي هم عندهم lean patient اللي هم كلش خلينا نقول ضعيفين, body mass index اقل 25 كيلوغرام, بيجي حالة راح نستخدم لهم اما basal insulin واما twice daily regime يفضل. طبعا في بعض الأحيان بالتايب 2 الأشخاص يحتاج لهم temporary insulin, يعني في وقت معين خلال intercurrent illness أو هو مثلا surgery يأخذ metformin, فحوقف المتفورمين وأبدي أنطي insulin. في شي حالة شو حستخدم بالحالات المؤقتة وإذا احتاج insulin؟ أستخدم soluble insulin مثل الهيومنين S أو الهيومن أكت رابيد اللي أقدر أنطي من مرتين إلى 3 times daily with a small dose, بالإضافة إلى الأيزوفان إنسولين هذا الانترميديت at bedtime to control the blood glucose quickly and eliminate كل السيمتومز. طبعا شلون حاحسب الدوز؟ حاحسب الدوز بالاعتماد على البيشنت previous insulin requirement, وإذا أصلا كان ما ياخذ فأعتمد على أنه أنطي الدوز وأحسب البلد جليكوز measurement, يعني شلون أسوي monitoring وأشوف أما أزيد الدوز وأما أقللها.
We come to the treatment of hypertension in patient with diabetes. يعني الشخص عنده diabetes type 2 وأيضا صار عنده hypertension. طبعا بما معناها إنه هاي حزيد الريسك مالتي كل الكومبليكيشن اللي هي الميكروفاسكولار والماكروفاسكولار وزيد الريسك of cardiovascular disease. لذلك أنا أريد أقلل البي بي أوصله إلى أقل ل 14 على 8. وإذا كان عنده كومبليكيشن بالكيدني أو بالآي أو بالسيربروفاسكولار أريد أوصله أقل البي بي يكون أقل ل 13 على 8. شو راح نعطي علاج؟ راح نبدي بالأيس إنهبيتر أو الأي آر بي، هي اثنيناتها كلش مهمة. بالإضافة إنه الأشخاص اللي هم من جماعة الأفريكا كاربينيان اللي هم ما يستفادون من الأي سي إنهبيتر أو الأي آر بي، رح نعطيهم الأي سي إنهبيتر وضيف لهم أما دياريتك وأما أضيف لهم كالسيوم كانال بلوكر. نجي to another problem اللي هي الأوبسيتي. طبعا الأوبسيتي هي ريسك فاكتر على مود الشخص يصير عنده development of type 2 DM، وشافوا انه كل ما يزداد 1 كيلوغرام body weight كل ما تزداد الريسك للدايبيتس تقريبا by 4.5%. لذلك شافوا انه تقريبا 1/5 of the population هم عندهم body mass index شقد فوق ال 30، بما معناها انه هذول obese، يعني هذول احتمال يصير عندهم ريسك انه يصير عندهم type 2 DM أو DM in general. لذلك شلون حعالج الأوبيسيتي؟ راح أبدي وياهم طبعا باللايف ستايل، راح أقول له دايت وإكسرسايز على مود أقلل الكالوري انتيك وزيد من الكالوري يوتيلايزيشن. بعد ذلك راح أبدي أنطيهم فارماكولوجيكال انترفنشن أنت سيرجري. في بعض الأحيان إحنا نقول له دايت وإكسرسايز، بس هذول اللي يجون البدي ماس إندكس مالتهم أكثر من 35 كيلوغرام بالمتر سكوير، يعني هذول وزنهم فوق 100 فما فوق، هذول كل الصعب احنا نقدر نعالجهم بالدايت والاكسرسايز. لذلك راح يبدي الطبيب اما يستخدم وياهم علاج او سيرجري. كلش ديفيكلت انه الشخص يقلل من وزنه فوق 100 كيلوغرام. We continue the treatment of obesity. لذلك راح نبدي بالفارماكولوجيكال، راح نعطي medication تقلل من الويت مثل الأورفلوستات اللي هو طبعا دينط بشكل OTC، هو عبارة عن pancreatic and gastric lipase inhibitor. طبعا هذا only drug اللي هو available أما prescription أما بشكل OTC على مدعالج الأوبسيتي. بينما أكو anorexant يعني مانع للشهية اللي هو sibutramine and ريمونا باند. طبعا هذا withdraw نتيجة cardiovascular event شافوا تزداد عن ستروك. وأيضا الريمونا باند أيضا أكو دراسات تقول إنه يسبب مشاكل أنتي سايكاتريك، يعني مشاكل نفسية، لذلك توقف أو انسحب من الماركت. نرجع على الأورفلوستات، طبعا نقدر ننطيه طبعا هو طبعا ويا الدايت على مدعالج الأشخاص الأوبيس اللي وزن البدي ماس إندكس مالتهم أكثر من 30 كيلوغرام بالمتر سكوير، أو أيضا الأشخاص اللي هم مو فقط الأوبيس حتى الأوفر ويت اللي هم أكثر البدي ماس إندكس أكثر من 28، بس عندهم شنو؟ عندهم another risk factor. طبعا أقدر أستخدمه بس لازم انتبه إنه إذا مدى ينزل وزنهم راح أسوي له discontinue، يعني أوقفه بعد إشقد بعد 3 أشهر. if 5% من الweight reduction مدى يصير do not achieve okay. أما إذا لا والله الوزن مالته صار أكثر من 5% is okay we will continue. طبعا مشكلة الأورفلوستات هو يزيد كمية طبعا هاي مو مشكلة، هاي advantage إنه زيد من الفيكل fat excretion، بس بنفس الوقت راح يصير الشخص عنده مشكلة بالجي اي تي سايد افكت، يعني نتيجة هذا الفات excretion احتمال يصير oily leakage from the rectum، يعني ما يسيطر على نفسه، او يصير عنده flatulence غازات، او يصير عنده fecal urgency يعني لازم يروح للحمام، او incontinence. لذلك شلون انطي الدوز مالته؟ هو تقريبا 120 ملي جرام كبسول 3 تايمز ديلي. طبعا في بعض الاحيان اذا ما فاد الدايت والاكسرسايز وحتى التريتمنت راح يسووا له سيرجري، وهي هسه كلش منتشره اللي هي البايريتريك سيرجري. طبعا يعني هي يزيلون جزء من المعده. طبعا هاي اوبشن للاشخاص اللي هم البدي ماس اندكس مالتهم من 35 الى 40 كيلوغرام بير متر سكوير، على مود يحاولون انه كنترول الجلايسيميك عن طريق انه يقللون من الاوبسيتي.
for the glycemic management يعني شلون أنا أسوي control the blood glucose. إحنا نريد the premium blood glucose يعني الفاستنج يكون من 4 إلى 7 millimol per liter والpost meal يكون أقل 10 millimol per liter. وما نريد أي مشاكل بالهايبوغلايسيميا. لازم ننتبه إنه إحنا ما نريد نسوي كلش control the blood glucose بحيث يصير عنده هايبوغلايسيميا. أما for the HbA1c فطبعا احنا نعيد بالنسبة لجماعة التايب 2 دي ام نعيد 6.5 وبالنسبة للتايب 1 دي ام نعيد بشكل عام اقل 7.5 وهسه هو اقل 7 is okay. ايضا يعني اكثرية اللاب ريزلت اقل 7 is okay. نيجي على الاستيميشن طبعا ال HbA1c هو دا ينطينا فد افريج control للبلد جليكوز السابق اللي preceding يعني معناها سابق 2 to 3 months هو مدى يقيس للحالي دي يطيني في الانديكيشن على السابق واللي هي معناها انه هذا اللايف سباين مالت الار بي سي تقريبا هي 120 يوم. نجي على الاتش بي اي ون سي نقدر نسوي ما يحتاج الشخص يصرف فاستنج نقدر نسوي اي وقت ودائما هذا الليفل not normally affected by acute change in the therapy أو diet أو exercise يعني مو اللي تقول لأنه أنت قبل يوم أنت تصوم أو لا تأكل أو تقلل بالعكس أنا أريد يكون على الطبيعة على مود أشوف إيش قد مقياس للثلاث أشهر السابقة بس في بعض الأحيان هذا الـ HbA1c راح يقل بالأشخاص اللي هم pregnancy أو عندهم advanced renal failure. أوكي شون أسوي annual review للدايبيتس إيش راح أشيك in general راح أشيك الweight the body mass index حتى الوست والهيب على مود أشوف the central obesity راح أشيك the blood pressure راح أشيك the urine على مود أشيك the glucose والبروتين والكيتون أشيك the food assessment كلش مهم بعد another lab result راح أشيك the HbA1c راح أشيك the lipid profile كل الكيدني فانكشن يعني الكرياتينين واليوريم بالإضافة إلى الليفر فانكشن تيست وأخذ يورين سبيسمن على مود أشيك الألبومين كرياتينين ريشو يعني شون الإكسكريشن مالتها بالإضافة إنه أنا لازم يعني شون أنا رفير للطبيب إذا كان عنده مشاكل بالعين على مود يسوي له ريتينوباثي سكرين طبعا هاي should be annually لازم أكو دايتيشن طبيب مختص بالغذاء مالته بوجيتري يعني شخص يهتم بالفوت يعني العجل بالإضافة إلى شخص يهتم بالإكسرسايز بروغرام وشون ينظم له الإكسرسايز بالإضافة إلى سموك سيستيشن بروغرام إذا كل هذا أني أنا لازم أشيك للأشخاص اللي عندهم دي أم وأنتبه أنه هاي كلها مهمة. طبعا كل السلايدات السابقة عشان بدي تحكي على التايب 2 دي ام وشون نعالجه راح نجي هسه الى التايب 1 دي ام. طبعا راح نستخدم الانسولين كل البيشنت اللي هم تايب 1 دي ام يحتاج الانسولين ان اوردر تو بي سرفايف. طبعا هذا الاكسوجينيوس انسولين بما معناها انه هذا راح يشبه النورمال فيزيولوجيكال باترن اوف ذا انسولين سيكريشن. طبعا لازم البالانس كلش مهمه ما بين the tight glycemic control والhypoglycemic effect يعني إحنا ما نريد نسوي tight glycemic control ونوصل ال HbA1c أقل السبعة وبنفس الوقت نسوي hypoglycemia لذلك إذا كان ال risk of hypoglycemia كلش عالي بما معناها إنه أنا أريد أقل less tight glycemic control ما أريد أوصله كلش أقل السبعة. أوكي insulin it is a polypeptide hormone لذلك هو destroy إذا أخذ by the mouth لذلك دائما ينطي بشكل injection أما subcutaneous injection أو بشكل IV infusion. طبعا البيشنت ادفايز انه يستخدمون ديفرنت سايت للانجكشن يعني بالنسبه للسبكتينس ما يظلون بمكان واحد على مود يصير عندهم فات هايبرتروفي ات ذا انجكشن سايت والفات هايبرتروفي معناها يتجمع الفات بالمنطقه اللي راح يصير بها انجكشن. طبعا الانسولين شود بي ستارت ان ذا ريفريجريتور بالثلاجه والدوز مي بي نيد تو ريفيو طبعا بالاعتماد على التشينج بالدايت او زياده بالاكسرسايز لذلك الدوز ما تكون ثابته وانما تعتمد على انه اني راح اسوي مونيتورنج واشيك البلد جلوكوز افري داي وعلى ضوءها احدد الدوز حتقل او تزيد. اذا نجي على الانسولين هو شنو الاوريجن مالته فبال 1980 كان الانسولين دائما اوبتين اند بروفايد فروم ذا بنكرياس اوف ذا بيج اند ذا كاو يعني اكثر شيء من الانيمال او الحيوانات. بعد ذلك صار ديفلوبمنت باستخدام الدي ان اي تكنولوجي وصار هسه الهيومن هو انالوج او يشبه الانسولين هيومن اللي هو كومنلي يوز.
طبعا many of the animal driver product طبعا withdrew توقفت بس ظلت لحد هسه some of the animal insulin may be available وخاصة البورسلين insulin اللي هو مالت الخنزير ده يستخدم. طبعا ليش يستخدم؟ لأنه يختلف من الهيومن insulin فقط بون أمينو أسيد at the end of the beta chain اللي هو position B30، لذلك هو أكثر استخدام البورسلين أو البيج insulin. طبعا we will continue with the insulin species أو الأوريجين. طبعا ننتبه إنه الأشخاص اللي يعني دا سوي لهم تشينج الإنسولين هم كانوا على الأنيمال إنسولين وحاولهم على الهيومن إنسولين، لازم أنتبه إنه هذا الهيومن إنسولين حيكون كلش بوتنت واحتمال يزيد الريسك أوف هايبوغلايسيميا. لذلك إذا حسبت الدوز صحيحة ما حيصير هيجي سايد إفكت من الهايبوغلايسيميا. طبعا الهيومن إنسولين may be more potent than the animal insulin due to the formation of antibody، لذلك لازم أقلل الدوز by 25% أو أكثر من أني أسوي change من الأنيمال إلى الهيومن إنسولين. طبعا الهيومن إنسولين أنالوج هو يفضل على الإنسولين هو extracted from the animal أو من البورك. إنسولين preparation قلنا الـ onset of action الـ peak effect والـ duration كلها تحدد بنوع الإنسولين نستخدمه and also by the physical and chemical form of insulin. لذلك إذا نجي على الإنسولين أكو أنواع من الإنسولين، أكو fast acting، أكو intermediate، أكو long acting. ما إحنا نأخذ أول نوع اللي هو fast acting insulin أو نقول عليه إحنا الـ FAI. طبعا هذا حيكون soluble insulin، أيضا يطلق عليه neutral insulin، يستخدم subcutaneous injection. طبعا هذا السيلبل انسولين دائما appear in the circulation بعد 10 منت من الانجكشن والconcentration راح يوصل للبيك بعد ساعتين، بعد ذلك يبدي يقل بعد 4 إلى 8 ساعات. طبعا هذا الابسوربشن كيرف اذا يتناخذه بالcontrasted بالمقارنة ويا الفيزيولوجيكال انسولين راح نشوف ان الانسولين راح يوصل peak concentration بعد 30 الى 40 منت بعد الوجبة طبعا، ويبدي decline by 20 to 20% للبيك ليفل بعد تقريبا ساعتين. طبعا we'll continue with the fast acting insulin. طبعا اكو نوعين من الفاست acting insulin، اكو fast acting يعني rapid acting insulin. طبعا هذا حيكون recombinant insulin analog طبعا مثل الانسولين lispro and insulin aspart and insulin glucine. طبعا هذا حيكون كل سريع بالاكشن اكثر من النوع الثاني البي اللي هو non analog، ودائما اقدر انطي immediately قبل الاكل، بينما البي النوع الثاني اللي هو short acting insulin او احنا نقول عليه regular soluble insulin، regular soluble insulin او non analog soluble insulin مثل اللي هيومنين ار والنوفلين ار، طبعا هذا عنده short duration of action بس المشكله انه slow onset لازم انطي 30 منت قبل الاكل. طبعا النوع الاول اللي هو الانالوج اللي هو تايب اي حيكون more flexibility، حيكون more convenient للpatient لان انا دا انطي immediately قبل الاكل، هذا النوع الاي الاولاني احسن من النوع الثاني اللي لازم انطي 30 منت بالنسبه طبعا للنن انالوج اللي هو الهيومن سولبل انسولين. شافوا ان النوع الاول حيكون عنده اقل الاي اقل بالهايبوغلايسيميا لانه هو عنده short duration of action. اذا نعرف شنو السبب ليه، شافوا ان الفارماكوكاينتيك ديفرنت، انه شافوا ان النوع الاولاني اللي هو الاي اللي هو الفاست اكتنج او اللي هو النوع اللي هو الانالوج، شافوا انه هو يتكون من مونومير او سنجل يونت بعكس النوع الثاني اللي هو البي اللي هو regular soluble insulin او النون انالوج اللي هو يتكون من الهكزاميرك يعني 6 يونت، هذا على مود لازم dissociated into the dimer يعني 2 يونت، وبعد ذلك monomer يعني 1 يونت، لذلك يحتاج لوقت على مود يمتص، لذلك يصير بي delay بالabsorption، لذلك انطي 30 منت قبل الاكل. طبعا هاي الفارماكوكاينتيك different اخر جزء، هاي فقط المعلوماتكم. طبعا we will continue with the type of the insulin، اخذنا النوع الاول اللي هو الفاست acting insulin، راح ناخذ النوع الثاني اللي هو الانترميديت acting insulin اللي هو ال MPH اللي هو ال N معناها neutral وال P معناها protamine وال H معناها hexadrone. طبعا هذا حيكون insoluble، حيكون بشكل cloudy suspension of insulin. طبعا هذا هو عبارة عن complex either protamine
اللي هو مثل ما نعرف احنا الايزوفان او الام بي اتش انسولين او زنك اللي هو لاتن انسولين مثل الهيومولين ان والنوفلين ان. طبعا اوفر ذا تايم هذا الانسولين راح يصير بيديسوشيت يطلع من البروتامين وينطينا البريبريشن يعني الاكستندد اكتيفيتي مالتم. لذلك الانسيت اوف اكشن هي تقريبا من ساعه الى ساعتين والبيك راح نشوفه بعد من 4 الى 8 ساعات. طبعا اكو فد كونسيدربل انتر بيشنت فايريشن راح تختلف بالديوريشن اوف اكشن، بس احنا بشكل عام هذا الانترميديت اكتنج انسولين راح نعطيه توايس ديلي على مود هو يسوي كفر لمده 24 ساعه ويوم كامل. البروتامين انسولين وفي بعض الاحيان يسوي ميكس ويا سوليبل انسولين دي نوت انتراكت وان ميكس توجذر. لذلك تشوفون اكو كومبينيشن سوليبل انسولين اللي هو الفاست اكتنج ويا البروتامين انسولين اللي هو الانترميديت اكتنج. طبعا هذا الميكس هو باي فيسيك بريبريشن افيلبل ويحتوي على الايزوفان ان سوليبل انسولين مثل اللي عندنا نوفولوج ميكس 70-30، 70 انسولين اللي هو اسبارت بروتامين سسبنشن و30% اللي هو سوليبل انسولين سريع الاكشن. لذلك هذا يغطي مثل ما قلنا خلال يوم كامل، لذلك ينطي بشكل توايس ديلي. We will continue with the type of the insulin. We come to the third type اللي هو long acting insulin او احنا نقول عليه human insulin analog مثل الانسولين جلارجين and insulin ديتامير. طبعا هذا صار بي development استخدموا DNA technology على مود توصلوا الى انسولين يشبه human insulin. طبعا هذول اثنيناتهم عندهم duration of action لمدة يوم كامل 24 hour. طبعا عندهم more predictable and flat profile of action، ما عندهم فت peak واضحة، عندهم اقل intra and inter patient variability وهذا كل زين، اقل nocturnal hypoglycemia يعني اقل hypoglycemia at night، احسن من الintermediate ال MPH insulin من انا انطي at bedtime. نجي على الانسولين جلاركين، طبعا هذا يختلف من الهيومن انسولين انه هم ضايفين له 2 ارجينين موليكيول ادد ات ذا بيتا تشين يعني بالسي تيرمينال اند. طبعا هذا بهيك حاله غير الايزو الكتريك بوينت مالت البي اتش، غيره من 5.4 وصل الى 6.7. هذا التشينج معناها ان الانسولين جلاركين راح يبقى ستيبل ات سلايتلي اسيدك بي اتش. طبعا هذا البرودكت از بفر ات ذا بي اتش 4 من سوى له preparation. Once it is injected من حيصير بي injection بالsubcutaneous tissue راح يسوي لنا اشبه بالمايكرو precipitate in the more neutral surrounding pH، لذلك راح يسمح للslow absorption from the injection site. لذلك احنا نقول هو يطول لمدة يوم. الانسولين ديتمير طبعا عنده long duration of action وايضا هو formulated at the neutral pH، بس من يصير بي injection راح ايضا يسوي لنا اشبه بالمايكرو precipitate بعد ذلك release للabsorption release الانسولين for the absorption. We come to the insulin delivery. عن شلون أقدر أنطي الإنسولين؟ أما ننطي بشكل subcutaneous طبعا هذا للmaintenance therapy، وأما أقدر أنطي بشكل IV يعني عن طريق الهوسبيتال، طبعا هذا أكثر شيء يستخدم بشكل IV infusion أو IV injection. طبعا الإنسولين من ده أنطي بشكل subcutaneous المنطقة اللي راح أنطي بيه أما يكون الثاي أما الابدومينال وول أما البتوك أما بالأبر arm. طبعا الانجكشن بالارم كلش difficult لانه هو not usual a site of the choice. لذلك the main advantage of subcutaneous injection هي شنو؟ هي accessibility يعني سهولة او الهندل او availability انه اقدر استخدمه. اغلبية الناس تقدر تستخدم الانسولين عن طريق subcutaneous. طبعا هاي الروت cannot be regarded as physiological as it deliver insulin to the systemic rather than the portal circulation، بس هي المهم هي مستخدمة. طبعا small number of the patient لحد الآن يستخدمون disposable plastic syringe ويستخدمون الانسولين from the vial هاي كوسيلة انه ياخذون بها الانسولين او عن طريق البن القلم injection device. طبعا الانسولين pen may be either disposable واما يكون refillable يعني اقدر املي. طبعا هذا كلش popular البن انسولين pen. ليش؟ لأنه هو compact more convenient as they can be remove the needle to draw up the insulin from the vial من أني أحتاج على مود أحسن الدايبيتك كنترول.
We will continue the insulin delivery. قلنا احنا اما نطبش كل subcutaneous injection اما نطبش كل IV. طبعا ال IV insulin راح يكون بالهوسبيتال على مدى عالج اما major surgery اما دا عالج الكيتو اسيدوسيس في حالة التايب 1 اما دا عالج الهايبرغليسيميا هايبر اوزمولار ستيت بالتايب 2 DM. طبعا الانسولين حيكون عنده شورت بالهاف لايف من 3 الى 5 منت، لذلك اذا سويت تشينج بالانفيوجن ريت معناه هذا عنده rapid effect on the insulin action with glycemic control، فلازم ننتبه على الانفيوجن ريت. طبعا IV insulin اني اما انطي بشكل continuous infusion insulin واما انطي بشكل infusion of fixed amount of the insulin طبعا in combination with the glucose and potassium in the same bag. وهذا الانفيوجن in the same bag اللي بي بوتاسيوم والجليكوز راح اقول عليه sliding skull insulin regime in which the rate of the infusion اقدر اسوي لها adjust حسب ال frequent blood glucose reading. تقريبا هذا يقيس بالساعة، يقيس ايش قد البلد جليكوز وعلى ضوءها راح يسوي تشينج بالدوز مالت الانسولين. طبعا هذا انطي كو انفيوجن، طبعا الانسولين راح انطي ويا الجليكوز وايضا انطي ويا البوتاسيوم ما عدا اذا كان البيشنت هو هايبركاليميك يعني هو عنده بوتاسيوم عالي فما انطي بوتاسيوم، انطي فقط انسولين اند جليكوز. طبعا هاي الفايريشن اوف ذا انسولين سلايدنج سكيل اقول عليه البرت ريجيم او اقول عليه جي كي اي، الجي معناها جليكوز والكي معناها بوتاسيوم والاي معناها انسولين. دائما الانسولين انا انطيه بالاشخاص اللي هم ما يقدرون ياكلون او درينك، اما اذا كان الشخص هو ايتينج اند درينكينج فبهيج حاله ما يحتاج اي في انسولين. طبعا هذا احكي بالتايب 2 دي ام. We come to the insulin regime. أغلبية الأشخاص اللي هم يعانون من type 1 DM يأخذون ما between 2 injection إلى 5 injection per day. طبعا هاي طبعا راح حتكون حسب الانديفيديوال بيشنت، يعني ما نقدر نعممها لكل البيشنت. طبعا تعتمد على اللايف ستايل، هل هو الونس القابليه مالت هذا البيشنت على مود يسوي بس كنترول وانه هو يكوبي وذ ذا انجكشن اوف انسولين. في بعض الاحيان هو عنده فقط تو انجكشن بس هو ما ياخذ فقط وان انجكشن وهكذا. ايضا مونيتورنج للبلد جليكوز هاي كلها مهمه، عوامل تعتمد على البيشنت والونس هو ايش قد له قابليه انه هو يلتزم. لذلك من أني أسوي أي إنسولين عجيم دائما لازم أسوي نيغوشيشن، يعني أحكي ويا البيشنت أسوي له أفكتيف كوميونيكيشن على مود هو يتقبل، ولازم أخذ البيشنت بريفرنس هو شي يفضل. هذا كلش مهم لأنه هو هاي الديزيز هو كرونيك ديزيز، هو مو يوم ويومين، هو طول حياته راح يستخدم هذا الإنسولين عجيم فور إكزامبل. لذلك الأشخاص اللي هم أكتف اللي هم manual worker يعني يشتغلون بإيديهم في بعض الأحيان أو يظل يسوون exercise regularly احتمال أقل للدوز، يعني من every starting dose of the insulin لازم تكون كلش low على مود أقل الريسك of hypoglycemia. لأن إذا صار عنده hypoglycemia خلال العمل مالته وقع طبعا ثاني يوم ما حياخذ الدوز أو هذا الرجيم مالت الإنسولين، فلازم ننتبه على هاي الشغلات. طبعا اكو two type of the insulin regime. قبل شوي اخذنا انواع الانسولين in general، هسه راح ناخذ شنو انواع الانسولين regime. طبعا اكو meal time plus basal regime and اكو twice daily regime. Continue the insulin regime. قلنا اكو نوعين، النوع الاول اللي هو الميل تايم بلس بيسل ريجيم طبعا اللي هو بس كنترول للتايب 1 دي ام، طبعا وهذا حيكون اشبه اكثر للنورمال فيزيولوجيكال انسولين ريليز يعني احسن من بقيه الرجيم. معناها انه انا اذا انطي للبيشنت انجكشن ويا الميلات انطي فاست اكتنج يعني قبل الاكل ويفضل يكون انالوج، بالاضافه انه اني انطي تو انجكشن بيسل والبيسل معناها يكون اما انترميديت اما لونج اكتنج انسولين، لذلك البيشنت راح ياخذ 5 انجكشن ا داي. طبعا دائما السولبل انسولين انجكشن راح ينطي قبل الوجبه، طبعا وهذا يمثل لي 40 الى 60% اوف ذا توتال ديلي دوز. طبعا هذا العجيب حينطيني flexibility بالdosing وبالeating habit وأيضا هو better control للblood glucose. شنو disadvantage مالته؟ أنه هذا يحتاج ل multiple injection يعني يحتاج ل 5 injection per day ما عدا إذا كان الشخص يستخدم pump
يعني معناها انه هذا راح ينطي بشكل هو يحسب الدوز قبل الاكل، بالاضافه انه ياخذ البلد جلوكوز ميجرمنت ويسوي ماتشنج ويا الدوز. لذلك يحتاج هذا هواية بلد جلوكوز مونيتورينج على مود يسوي البيشنت ماتشنج ما بين الانسولين دوز وش قد ياخذ كربوهيدرات انتيك او اكسرسايز او جلوكوز ليفل. لذلك عمليه هاي الماتشنج والحساب هاي تو ديفيكولت، بعض الأشخاص يشوفوها صعبة أو انسوتبل، وخاصة إذا أنا دا أتعامل ويا أطفال هم school age children، يعني it is difficult to manage هذا meal time plus basal regime. النوع الثاني من الانسولين رجيم اللي هو twice daily رجيم، طبعا هذا حيكون اكثر suitable simplest more effective لانه الشخص راح يستخدم premix انسولين متكون من short or rapid acting plus intermediate acting انسولين 2-in-1، يعني هو اصلا مخبوط هذا. لذلك راح نستخدم regular human insulin mix، وهذا لازم انطي 30 منت قبل البريكفاست او 30 منت قبل وجبة الايفنينج يعني العشاء، بينما الانالوج اللي هو ميكس اقدر انطي ايميديت. طبعا الانالوج اللي هو التايب 1 الفاس اكتنج هذا رأسا انطي قبل الوجبة، اما اللونج اكتنج كومبوننت اوف ذا انسولين فهذا راح ينطي ات ذا بريكفاست تايم، وطبعا هذا من انطي قبل الفطور هذا حيغطي لي لحد اللانش تايم، ومن انطي الايفنينج دوز راح يغطي لي بريدج المن للنايت تايم. ذلك حيكون twice daily regime using intermediate or long acting. في بعض الأحيان ما يكون كافي على مود أسوي maintenance أو control type 1 DM، لذلك هذا النوع اللي هو twice daily regime فقط أستخدمه بالnew diagnosis type 1 DM اللي هو not actually ill بعدهم. لذلك adding the short acting preparation when indicated by self-monitoring طبعا للبلد جلوكوز وحسب هو مدى ياكل من الكربوهيدرات. بالنسبة للستورج of the insulin طبعا الانسولين لازم اني اسوي kept out of light، يعني ما اخليه تحت اشعة الشمس ولا اسوي له freezing او extreme heating. شافوا انه ده يفقد من 5-10% من الفعالية مالته، طبعا هذا احكي بالفيال اذا خليناه لمدة من شهرين الى 3 at high ambient room temperature عند درجة حرارة الغرفة. لذلك الانسولين should be stored in domestic refrigerator بالثلاجة، طبعا هذا بالاعتماد على الانديفيدوال وحيكون stable من 4 الى 6 week، ما عدا بالنسبة للفيال او البن اللي احنا ده نستخدمه فما يصير انه احنا اتخذناه. When the pin injection device are used يعني انت تستخدم يعني الشخص ده يستخدمه they should never be stored in the refrigerator. ليش؟ لانه حيصير الديفايس بيشبه بالseizing up يعني يتوقف عن العمل when stored in the cold. لذلك واذا احنا سوينا injection للcold insulin طبعا الشخص راح يصير يكون عنده مشكلة انه يكون more painful يأذي and the insulin absorption راح يكون altered، يعني ما راح يمكن حتى يقللنا الهايبرغلايسيميا، يعني ما نقدر نعتمد على الانسولين من حننطي واحنا خالي بالثلاجة وصاير بي seizing up للبن. We come to the side effect of the insulin. طبعا يسبب hypoglycemia زيادة بالbody weight، احتمال يسبب إنه thickening the subcutaneous tissue لأنه هو يسوي injection recurrent the same area حتى لو هو change بس هي يعني ماكن محددة. لذلك وديتها ما حيؤدي إلى lipohypertrophy والمنطقة يكون شكلها unsightly يعني شكلها بشع أو قبيح، وحيصير impairable absorption of the insulin وهي يؤدي إلى poor glycemic control. احتمال راح يصير localized skin reaction وهذا طبعا يحدث أحيانا، بس نتيجة لاستخدام continuous use of the same insulin راح يختفي. أما إذا شان الشخص عنده systemic allergic reaction طبعا وهذا كلش قليل ويا استخدام الإنسولين اللي هو high purified أو يشبه الهيومن إنسولين، وفي بعض الأحيان ما يكون فد species specific يعني تعتمد على الشخص ما لها علاقة بالإنسولين. لذلك يفضل أن واحد يستخدم إنسولين of different species if allergy occur. bruising يعني كدمات نتيجة أنه طبعا الانجكشن حيكون superficial ما حيكون deep،
Some patients may have allergy to the excipient within the insulin product. يعني ويا حتى المواد حافظة أو أي شيء أو حتى للنيدل. لذلك ينصح إنه واحد يأخذ advice من immunologist يعني طبيب مختص بالمناعة إذا كان عنده مشكلة بالallergy to the excipient. طبعاً أكو شغلتين مهمة هي dose of the insulin. بالtype 1 DM راح نستخدم الإنسولين من 0.5 إلى 0.6 unit per kilogram. طبعاً راح تزداد الإنسولين requirement إذا كان الشخص عنده acute illness أو ketosis أزيد من 0.5 إلى 1 unit per kilogram. إذا كان الشخص بالهنيمون وأكو إنسولين secretion راح تقل من 0.1 إلى 0.4. أما بالtype 2 DM في الإنسولين راح استخدمه برينج أعلى من 0.7 إلى 2.5 unit per kilogram. طبعا هذا أحتاجه للشخص اللي عنده insulin resistance لذلك لازم أزيد الدوز. طبعا أكو example على الدرج اللي تزيد من الhypoglycemic effect مثل البيتا بلوكر الكهول أي سي inhibitor سلسلات عن سلفانوأمايد. أما الدرجات اللي تزيد من الhyperglycemia مثل البيتا أغنست البيتا بلوكر الدياريتك كورتيكوستيرويد الاستروجين كل جماعة الاتيبيكال انتيسايكوتيك بالإضافة إلى السايكلوسبورين فينيتوين استروجين and بروتيز inhibitor. يجي على الكونديشن الميبي انه الشخص يفقد السيطرة على البلد جليكوز كنترول في حالة الانفكشن فيفر تريمر ستريس اند سيرجري. كل جماعة السيرجري اللي ياخذون فور اكزامبل ميتفورمين او اني اورال انتي دايبيتك لازم اوقف قبل السيرجري بيوم او يومين واخليه احوله على الانسولين لحد ما الشخص يقدر ايت اند درينك. بعد ذلك راح اوقف الانسولين وارجع اليمن على الاورال انتي دايبيتك. If we come to the complication of the DM, قلنا DM يسبب لنا هواي complication احتمال أكو macro احتمال micro complication. رح نجي على diabetic nephropathy. طبعا الانسيدنس تزداد بالtype 2 DM. الأشخاص حيصير عندهم albuminuria proteinuria وقلة بالGFR. بالإضافة الشخص يصير عنده hypertension and edema. شون أسوي له management؟ أنطي ACE inhibitor, ARB, diuretic, calcium channel blocker. يجد التارجت طبعا اختلفوا أكو يقولون 120 على 80 أكو يقولون 130 على 80 فش ما تكتب صحيح يعني 12 على 8 أو 13 على 8. You will continue with the complication of the DM for the retinopathy. طبعا هي most common macrovascular complication نتيجة الهايبرغليسيميا الجليكوز راح يصير بي reduce ويتحول إلى sorbitol. هذا sorbitol راح يصير بي accumulation لأنه cannot be metabolized by the retina cell الموجودة بالعين. لذلك يؤدي إلى الأوديما حيصير damage للexistence vessel formation of a new unstable vessel. طبعا هاي كلها precipitated بوجود الهايبرتنشن والهايبرليبيديميا والبرجننسي. طبعا الساين الشخص راح يصير عنده هيموراج سبوت فينيوس تشينج اون ذا ريتينا. بالاضافه الى انه شلون اني احسن السايت النظر بالدايبيتيك بيشنت اسوي لهم ليزر فوتو كوجوليشن. Another complication هي peripheral neuropathy. طبعا هي most common complication بالtype 2 DM. الشخص راح يصير عنده باراستيزيا يعني اشبه بالتنمل والنمنس خدر. يصير عنده pain باللور اكستيرمي طبعا اكثر من الهاند. قلة بالسنسيشن يعني ما يحس بالفوت لذلك يصير عنده فوت انجري. شون اسوي مانجمنت؟ راح انطي pain يعني انطي نينسترويدل باراسيتامول ترامادول طبعا هاي بشكل اول لاين. انطي ترايسايكليك انتي ديبرسنت مثل الامبرامين امترايبيتيالين ديلوكسيتين اند فينولفلاكسين. هاي اقدر انطيها من الانالجيسك هي ما حتكون بشكل كافية. اقدر انتي كونفولسنت مثل جابا بيبتين اند كاربامازابين ليموتوجرين توبراميت اند بريجابلين. بالاضافة اعطي توبيكال كاباسيسين اللي هو اكتف كومبوننت اوف تشيلي بيبر يعني الفلفل الحار. اقدر ايضا انطي بالمعالجة. Another complication of the DM here peripheral vascular disease and the foot ulcer.
دائما الاشخاص يصير عندهم كلاديكيشن يعني مصل سبازم بالليك يعني بالعجل يصير اشبه بالتقلصات وما يقدر يمشي بشكل صحيح. ايضا نون هيلينج اوف ذا فوت السر هي كلش كومن بالتايب 2 دي ام نتيجه الهايبرجلايسيميا فما يصير عندهم هيلينج. فيفضل انه احنا نسوي سموكينج سيسيشن، اصير له حد سليبيديميا وانطي ليبيد ريجوليتنج دراج، انطي اسبرين بشكل انتي بليتليت. هاي كلها امبورتنت تريتمنت ستراتيجي على مود اقل من البريفيرال فاسكولار ديزيز او الفوت السر. Other complication of the DM هي الغاستروباريسيس، معناها انه الاستومك راح تكون سلو بالموتيليتي مالته، لذلك الاستومك ما تسوي امتينج للفود مثل ما بالنورمال يعني بالهيلثي اشخاص، لذلك هاي حتكون عنده نويز فوميتنج، لذلك هاي حتكون سيفير سيستم اند ديبليتنج. يعني ديبليتنج معناها تخلي الشخص ويك وضعيف، لذلك احنا لازم نحسن بالجلايسيميك كنترول، اقطع كل الميديكيشن اللي هي تسوي سلو بالجاستريك موتيليتي، لان هو اصلا عنده البيشنت عنده سلو بالجاستريك موتيليتي. انطي بلاسيل او ميتوكلوبراميد لمده فيو دايز، وفي بعض الاحيان انطي انتيبايوتيك ارثرومايسين مي بي هيلفول. كل الاشخاص اللي عندهم ارثوستاتيك هايبرتنشن اقدر انطيهم طبعا هذا وذ فيزيشن بريسكريبشن، انطي ادرينرجيك اوغانيس او انطي مينرال كورتيكوستيرويد. في حالة الدايبيتيك دياريا تمي بي البيشنت، طبعا هي دائما تكون ناكتشرال يعني ات نايت، ودائما الشخص يستجيب للعلاج بمدة من 10 الى 14 دايز، انطي انتيبايتيك اما دوكساساكلين او انطي فلاجين ميترانيدازول، بالاضافة انه انطي اوكتريتويد سوماتوستاتين، طبعا هاي انالوج بدوز 50 مايكروغرام توايس ديلي باي سبكتينس، طبعا هاي may be helpful اذا كانت in responsive case للانتيبايتك. erectile dysfunction طبعا هاي كلش common واقدر اعالجها انه انطي oral medication for example viagra, sildenafil, verdenafil and tadalafil ايضا هي can be used. We come to the patient self-monitoring. يحتاج انه البيشنت يحافظ على البلد جليكوز ما between 4 الى 7 ملي مول بير لتر، طبعا هذا قبل الاكل، ويكون اقل ال 10 ملي مول بير لتر بعد الاكل. لازم يسوي تشيك للاي ديزيز طبعا سنويا، تشيك اوف ثالميك تشيك اب، بالاضافه الى كل الفاسكولار كومبليكيشن اذا كان اكو اي انجري بالفيت، تشيك الكيدني فانكشن تيست ايضا كلش مهمه، السكن والانفكشن واسن رفيع immediately to the physician، واحتمال ينطي انتي انفكتيف ثيرابي يحتاجه. بالنسبه للاكسرسايز لازم اتشيك البلد جليكوز قبل وبعد during the exercise. في بعض الاحيان الشخص يصير عنده هايبوغلايسيميا نتيجه الانسولين اكثر مما using سلفونيليوريا. Traveling لازم البيشنت انصحه انه ياخذ enough drug therapy ودائما يشيك frequent blood glucose measurement، ودائما الوجبات تكون regular واللايف ستايل انتبه عليها. في بعض الاحيان هو من حقه انه يطلب وجبه اذا هو فلايت والفلايت طولت، كلش مهمه انه ينتبه على الاكل والاكسرسايز واللايف ستايل خلال التراveling. Thanks a lot for your listening.